عايز يا فواز؟ طب جات لي عندك بجعاني؟ طب بتتعارك معايا عشان اللي قتل ابوك؟ مش جابر اللي قتل ابوك. خليك ضغط عليا لحد ما توصل. لا تكون معايا يا رجال. قوم. انت صايبه يا مشي؟ انت بتعمل ايه؟ انت يا موسى؟ انت بتعمل ايه؟ سكت القتل دي؟ سودت قلبك. جابر ده واخوه طول عمرهم عايشين فراق، ما عداش يوم غير يفكروني فيها ان الدور جاي علي وانهم هيقتلوني. ده اللي سود قلبي. الدور هو اللي سود قلبك وسود قلب اولاد عسران، ويهدم نص البلد وخلف كل بيت فيه دم وكبر العيال قبل اوانها. بس يا طايع، بس هتفضحنا. خايف من الفضيحه يا فواز؟ لو الفضيحه اني ضد الطار يبقى انا قابل بالفضيحه. اسمع يا خلق، اسمع يا ناس، أنا طايع حسن الهواري وضد الطار. اسمع يا خلق، أنا طايع حسن الهواري وبقول لكم أنا ضد الطار. اسمعوا كمان يا خلق، أنا طايع حسن الهواري وبقول لكم أنا ضد الطار. اسمع يا ناس، أنا طايع حسن الهواري. شبعت خلاص؟ لهكت يا بنتي؟ الحمد لله. مش انا قابلت الدكتور طايع؟ قابلته فين؟ باقي الدكتور الخصوصي الحربي. طايع باع بنتك؟ لا ما بعنيش. حربي لما انطخ وكان بيطلع في الروح، طايع هو اللي نجده. لو كان رايدك صح كان سابه يموت وبعد عنك الخطر. طول عمره رايدني ورايد يتجوزني ابوي ويوقف لحربي كمان. كلام طايع مصلحته ان حربي يحميه من ولاد عسران. انا قلت اقول لك وانورك. يا أزهار طلعني السطح ليه؟ تعال بس يا طايع هتعرف دلوك. ايه اللي جابك هنا؟ حد شافك؟ خطر عليك؟ صح نجات حربي؟ أيوه. ليه؟ عشان لما كنتش نجدته كانوا هيقتلونا. انت طبعا ابوك اللي قالك وفهمك اني مع حربي عليه صح؟ وانت صدقتيه؟ امشي يا موجه، امشي. طايع بتخونيني يا موجه. عايز نعمل ايه؟ من عايشه في شك طول الوقت، وحربي كل يوم يبعت لي ارسال وهو اللي وززهم عشان اتجوز واحبل ويقتلني بعدها. ابوي مش غلطان، ابوي خايف علي. وانا خايف عليك زيه واكتر منه كمان. خلاص حقك علي، ما تزعليش. اللي قهرني انك مش فاهم، مش عارفه ان لو الدنيا كلها في كوم وانت في كوم هختار ايه. نفسك طبعا. امشي يا موج، امشي. حتى واحنا بحات يا موج انت في قلبي طول الوقت. ساعات بفكر هو في حد يستاهل عشان اتجوز واحبل منه ان اموت؟ عارف لما بفكر فيك الاجابه ايه؟ اني ما استاهلش. محدش غيرك يستاهل.
وانا عشان يوم واحد معاك يا موج اموت وانا مبسوط. مين اللي سعفك؟ دكتور عارفه. لا هشوف ايه يوم متعلق من رقبته. ده هو اللي نجدني. نجدت عشان جبان. عاوزنا نلين وننسى الطار. بس ابدا. مش جبان يما. لا جبان وستين جبان. هو اللي يهرب من طار يبقى ايه؟ واحد وقف قدام اخوه وامه والبلد كلها عشان مش عاوز الطار. يبقى جبان كيف؟ جابر انت عاجبك انه سايب طاره؟ ولا ياكش عايز تبقى زيه؟ اطخك انا. لا يما. ما تخافيش. ايوه كده. انا مش زي طايع. ما اقدرش اقف قدام البلد كلها. احنا على فين يا رجال؟ اللي سايق بس هو اللي عارف. انزل على معلم. مكانك يا سلطان. ماشيين قانون يا باشا. في حاجة ولا ايه؟ لو الحاجات اللي جوه دي كلها قانونية تكلم عصمت دي ولا اكلمه لك انا؟ اتفضل يا باشا. ايه دي؟ شوف نفسك. عايز تثبت لي ان كل الحاجات دي قانونيه؟ الاثار دي طالعه من المتحف المصري بورق ورقم جرد كمان. طالعه جوله في سويسرا وراجع تاني. ليه حضرتك بقت مندوب في المتحف المصري؟ تقدر تقول كده. ايه يا سراج؟ الدنيا مقلوبه. حرك فيها اصابه تهرب قدامي. انا معايا مدير المتحف على الخط التاني وبيقول الورق سليم. يا باشا الكلام ده مش حقيقي. لا حقيقي. دي اثار خارجه في جوله وراجعه بعد اذن حضرتك. سهل مهمتها. عديهم يا سراج. يلا. حمل الكونتينر على الطياره ولا ايه؟ نتحفظ عليهم ولا هنعمل ايه؟ نزل يا ابن الحاجة. بوه. كنت فين؟
بتشيلكش خيالات عن ابوك؟ خيالات كيف؟ ما تفكرش فيه؟ لا ده انا ساعتها مبقاش فاكر شكله. ابوك على بالي طول الوقت يا فواز. اوعدني ترجع المدرسه بعد ما حكايه الطرد تخلص. ايه في حكايه الطرد تخلص؟ ايوه في. ودي هتبقى واحده منهم. مين دول؟ معرفش. حفظت وقلوا ايه؟ لا اطمن يا رئيس حربي، هما ان شاء الله هيوفوا. يا رئيس حربي، شوي ابني عريس ما يترفضش. طيب ما عملتش حسابك لو سألك وقال لك مش خايف من حربي هتقول له ايه؟ انا هقول له انا لا بخاف من الرئيس حربي ولا من ولاده، واللي هيفكر منهم يقرب ناحيه البلد عندنا يبقى الله يرحمه. امر لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه يا رئيس حربي، هو طبعا مش معقول هيقول كده، ده هو كده بيتكلم وخلاص. ما انا لازم اقول كده عشان اسبق الدور قدامهم. تسبق دور ايه؟ سيبه يا ابو شوقي سيبه، انا عايزه هناك يقول اكتر من كده، ولو العمده وافق العربيه اللي هتروحوا بيها دي حلال عليكم فوق العشرة مليون. طب معلش يا ابوي سؤال، الفرق بين شوقي وكل العرسان اللي تقدموا لها قبل كده؟ شوقي مهندس ومن عيله كبيره في المنصوره ومهرها 100 فدان. بس يا ابويا برضه العمده هيرفض، ولا يهمه مال ولا جمال ولا مهر. مسيره هيوافق، مش هيسيب بيته تعنس. تعنس ايه يا ابوي؟ العمده عاوز بيته تعيش، ما فرقش معاها تعنس. احنا بنضيع وقت والله، الموضوع ده يا جماعه مش هيخلص كده. ضحي ما تردش على ابوك. والله يعني ما تقولوش على غلط يا سلطان. لا ما تقولش. روح انت يا ابو شوقي انت ولدك وبلغني باللي هيحصل. حاضر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي بيحصل؟ مالك؟ عادي مش بدري. أنا زهقت. بعت لها هي تجيب 100 عريس. 100 عريس. العمدة رافضهم كلهم. علل. العمدة عمره ما هيوافق. البت دي لازم تموت. وأنت عارف. أبوك حجدت العقدة في المنشار. هتتجوزها وتحبل يا مفيش حاجة. هتنسى أبوك مرة يا هلال. هتموت دلوك ونخلصه. خبت وليه يا ضاح؟ نعمل حاجة من ربوك؟ طب بذمتك مش شايف حالنا؟ إن شغلنا وحياتنا كلها واقفة على الحكاية دي. كل ما بتقول حاجة لأبوك يقول لك إيه؟ بعد ما ناخده طاروختك. وناخده طاروختك. أيوة معاك حاجة، بس أبوك لو عارف هيتبعنا. أبوك مش هيعرف. مش هيعرف كيف يعني؟ يعني الواد حجازي الدباح يقتلها وهو يخلص عليها. إحنا مالناش دعوة. تعمل إيه عندك؟ ما بعملش حاجة. صنف على مية. ما تصنتش. يا هلال! اضحي في ايه؟ البيه كان بتسلط عليكم. بتسلط علينا؟ يبقى يموت. نزل يدك. تعمل ايه؟ اتجنيت ولا ايه؟ كانوا بيتوضوا ده عشان يقتلوا موت، جبت العمده من وراك. كداب يا سلطان. كانوا هيبعتوا واحد اسمه حجازي الدباح. هو هيعرف الدباح منين؟ نزل سلاحك. نزل. اتجنيت اياك. على الطلاق ابوك لو عرف ما يكفي دمكم. يعني ايه؟ هنفضل ونضطر ده طول عمرنا؟ مهجة دي مش هتتجوز. احسن. مهجة لو اتجوزت ابوك هيقتلها. ولو قتلناها الناس مش هتهملنا. هنقتل حرمة. الناس ياكلونا. جرايه يا سلطان. هتسيبهم يوجعوا بينا ولا ايه؟ وانت بتصنط عليهم ليه؟ كنت معدي برايح سمعتهم بيتكلم. بس حسيت انها مصيبة. النبي صح. طب ورحمة امي؟ ما هيقتل حد غير واحد فيكم. احنا مالناش دعوة بالكلام ده. لا ما انت سمعتونا. هتبقوا معانا هتموت. خبر ايه؟ ما فيش حاجه يا ابوي. فواز كان مريح شويه ما بيشتغلش. موضوع الدلاله ده كده شكله يا ابوي يعني ضحك على الدجوق. لا 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 انا مصدقهم. هما متجلعين هبابة يا ابوي بس هيشتغلوا ويسمعوا الكلام. شديه. فواز شاطر وهيسمع اللي هتقوله عليه. أنا هتقدم لمواجهة يا رئيس حربي. أنت؟ هيوافقوا عليك ليه؟ ما جالهم عرسان كتير قبل كده. مش هيوافق طبعًا، مش هيوافق. لو جالها مين العمدة هيرفض.
عند اسباب يا ريس حربي، متاكد انه ما يوافقوا عليه. اسباب؟ ماشي نجرب، ولو وافق عليك العمده يبقى مشاكلك انت وباقي اهلك اتحلت باقي حياتك. ها شاي نحسن ولا شاي حربي؟ انا دكتور يا عمده، لو جاني شطان عيان هعالجه. خير يا دكتور؟ انا جاي اطلب يد مواجهه تاني. هنعيده تاني؟ اللي خلاني ارفض زمان ارفض دلوك. بنتي مش هتتجوز طول ما حربي عايش. انا موافقه. بيت؟ نعم. اطلع يا بنت، يخصني. اطلع بيت فوق. مش لا مش هطلع فوق، هتجرجلوني متشاله وازعق وارفس، ودي الطريقه الوحيده اللي هطلع بيها فوق. يا عمده انا فاهم خوفك على موجه، بس انا مش زي اي حد تاني، انا شريها. شريها؟ تتجوزها تحبل حربي يطخها تصيح في دمها؟ لا انا ما فركش معايا الخلفه خالص. اني جوزوهم وما نقولوش لحد. مأمناه انت؟ انا مأمناه. مش انت اللي دويت حربي لما كان هيموت وبتشتغل عنده دلال؟ ومين يعرف، يمكن هو اللي بعتك زي ما بعت اللي قبلك. لا تعرفني زين يا عمده، انا عمري ما خنت حد غريب. اخون موجه؟ لا خنت. انت دلال صح؟ قل لي، ما حاجه من اتنين، يا اما بتضحك عليه يا اما بتضحك علي. يا باي انا موافقه، انا موافقه، وانا كمان ما فرقليش قصه الفرق خالص. خليني اتكلم. ازهر اختك لو في نفس موقفها تجوزها؟ لو الجواز هو اللي يحميها وافق طبعا. تحميها كيف يعني؟ اقسم بالله جواز من موجه عمده في مصلحتها. مصلحتها كيف؟ انا بشتغل مع حربي. ايوه، وعشان كده بقول لك جوازنا امان ليها. انا عارف ان الكلام اللي بقوله ما يخشش العقل، بس هي دي الحقيقه. انت لو ما وافقتش على جوازنا هتبقى بتجني عليها. انت بتهددني برا يا ابوي؟ لا يا ابوي. اخلص يا بنت، اقفل الخشمك خالص، اطلع. انا عاوز احميها، وجيت انورك على ما تعرفهوش. عارف، جيت تنورني عشان اسلم بنتي بيد للموت. برا، اطلع برا. غور ليك ديه؟ ليه؟ فرحان دلوقت؟ اديني هقعد في وشك طول عمري لغايه ما اموت ان شاء الله. غور يا بت. هغور. غور يا بت. هغور 60 داهيه. والله تعبت قرفت من العيشه دي. الدكتور اترفض زي غيره. عارف شكلها؟ مش عاوزينك تموت واحدة تانية بالغلط. حضارة ضحي. ضحي فين؟ قولوا لضحي ما ينزلش البلد النهاردة، الحكومة بتدور عليه. اللي قلت له على ضحي هو جاسوس حربي. إلا من حسين. مش عارف، جهز نفسك كمان ساعة. تحت أمرك يا باشا، في حاجة؟ جات لي معلومة عن هلال ابن حربي هو فين، بس عايزك تتكلم عن الموضوع. سرك كبير يا باشا. جات لي معلومة عن نصر ابن حربي. نصر؟ نصر فين؟ قولوا له ما اتحركش من هنا النهاردة. جهزوا نفسكم كمان ساعة، هنقبض على سلامة ابن حربي. إيه؟ حتى سلامة قبر إلي ابنك. شوفوا لي سلامة فين؟ كمان ساعة هنقبض على حمام ابن حربي. حمام؟ متأكد؟ شوفوا لي حمام فين؟ وقولوا له يقضي الليلة هنا. كمان ساعة نقبض على حسن ابن حربي. حسن؟ تجننوني. سلطان جاله 5 مكالمات. سلامة وحسن وضاحي وهمام ونصر. كده بقى في 5 شغالين مع حربي، واحد بس هو اللي براء. كده اللعبة بتبدا يحلو. الحمد لله على السلامة يا بنتي. هات المفتاح. تمام، متشكرين يا رجال. تفضل. ها هتطلعي ولا احبسك ويا بنتك؟ اديني نسخة من المفتاح وانا اقفل وانا طالع. المفتاح هيبقى معايا انا بس.
اطلعي. امي ملهاش دعوه. اطلعي. ملهاش دعوه كيف؟ مش هي اللي هربتك وكانت هتتسبب في موتك؟ لا مش هي، انت اللي كنت هتتسبب في موتي. انا؟ ايوه انت، انت اللي قتلت سماح. لما كنتش قتلتها كنت زماني متجوزه ومخلفه زي بقيه البنات. انا بلغت الحكومه عن حربي، اقسم بالله العظيم ما كنت اعرف اني سماح في البيت. تقول الكلام ده لحربي؟ ما يهمنيش حربي، يصدقني ولا ما يصدقنيش، المهم انت تصدقيني. سماح كانت اعز صاحبه لي وانا كنت بحبها، ولو عاد الزمن افديها بروح. قضاء ربنا يا مهجه، انا ما عنديش حد في الدنيا اغلى منك، انت اهم حاجه. وحربي كمان كانت بنته اهم حاجه بالنسبه لي. حربي عنده عيال كتير غير بنته، لكن انا ما حلتيش غيرك. 10 سنين، 10 سنين امك تحبل وتسقط، تحبل وتسقط. رحنا لكل الدكاتره لحد ما جبناكي، ولو جرى لك حاجه حموت. شفتي؟ شفت لما تسيبي ياخد لك كان هيجرى ايه؟ تسيبيش تاني، تسيبيش تاني. وعديني ضايع تنسيه. كان هيموت نفسه عشان يحميني. تمثيليه عشان يتجوزك. ضايع يضرب ولاد حربي ويفضل عايش؟ ده كلام يخش العقل. ليه يا ابوي كده؟ انت خوفك عليا يا عميل. ومين قلب الميكروباص؟ مش فواز اخوه؟ ها؟ وليه يتقدم لك فجأة كده؟ جوزي من مين؟ من حربي. ولما رفضناه عملوا التمثيلية دي. فكري، طايع طلع من السجن ليه دلوقتي؟ انت طيبة، ما تعرفيش ان الناس ممكن تعمل أي حاجة عشان مصلحته. طايع مش شيطان، زنجته في طاره مخليه ماشي ورا هوا حربي. انا قلت لك اللي عندي، وخلي بالك محدش هيحبك في الدنيا دي اكتر من ابوك ولا امك حتى. قابل انت عاوزاه افتحها. داري عليا يا مرا انتي بعد العشرة دي كلها؟ لا عشت ولا كنت يا اخويا لو داري عليك ولا اقدر. انت عشتي معايا سنين، خلفتيش غير البت، انا اتحملتك. حد غيري كان اتجوز عليكي مرة واثنين وتلاتة، صح ولا لا؟ صح صح يا اخويا، وانا مقدرة اللي انت عملته، بس خفت على البت دي الحيلة، ملناش غيرها. تخافي عليها وهي في حين ابوها؟ السماح يا حسن، سامحني يا حسن. ده مش اخوك جابر، اتبدل. حصل لك ايه؟ مفيش. طايع نجده من اخوه فتهز. نجدك ده جبان وخسيس، ده قصده يعلم عليك يا ولد ابوه يفهم. لو كان جمان كان سبخه قتلني. يعني ايه؟ طايع اللي مش عاوز ياخد بطاره هو اللي بقى راجل واحنا اللي جبنا؟ لا هو جبان ولا احنا جبنا. اوعاك تكون عاوز تبقى زيه. اطخ انا. ليه ياما؟ انا رحت فين؟ لا مش عاوز ابقى زيه. ايوه كده، ارجع لعقلك. انا عاوزك راجل، سلاحك في يدك، عشان الحمايه على طايع وفواز هتتشال هتتشال. هما مش دلالين. طب اسمع، عشان اللي هقوله ده هيخلي الحماية تتشال من عليهم دلوقتي. طايع يشتغل مع الحكومة.
رئيس سلطان. وقف 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 وقف. اللي متوصله ده شغال مع الحكومه ومش بعيد يبقى رتبه كمان. اللي بتقوليه ده قليل. امشي يا سلطان. إلا لو عاوز تسمع كلام وليا خرفانة. ما تغلطش في أمي. فاهميني إيه اللي بتقوليه؟ مين يطلع من تهم أقلها 10 سنين إلا لو كان شغال مع الحكومة؟ دعور مسجون وكمان سرق سلاح ميري من ظابط. الدنيا كلها عارفة إنك عاوزة الحماية تتشال من علينا. روح يا ست أنت. روح. أمي تقولي اللي هي عاوزاه. ولا أنتوا خايفين من اللي بتقوله؟ وسع يا وليا. قلت لك مش هيسيبونا غير احنا تحت الارض يا هم تحت الارض. شغل المحنة بتاعك ده مش هينفع معاهم. كلم الضابط برضك. كلام أم جابر لو سليم يبقى العيال دي لعبت بينا لعب. أنا متأكد إنهم مع الحكومة. تأكد؟ ليه؟ هو من أول ما طلع بيجي بيناتنا وأنا حاسس كده. حاسس؟ يعني مش عايزني أقلب عليهم عشان يدك؟ مش بس عشان يدي، عشان العقل بيقول كده. يا أبوي أنا لا شايل منهم ولا ليا صالح بيهم. وأنت عارف إني مش مصدقهم من الأول. كلام أم جابر خلانا افكر في موضوع الكونتينر بتاع المطار. اكيد هما اللي بلغوا عنه ابوي. ممكن هو ده الصبر على العيال دي جاوي كده ليه يا ابوي؟ يكونوش ولادك واحنا مش دارين. كلم عدل وخاف على يدك التانيه لما تلاقيش يد تطفح بيها. انتوا مش فاهمين يعني ايه دلال. العيال دي لو طلع منهم واحد دلال صح الشغل اللي بنعمله هنعمل 10 أضعافه بأقل مجهود. عملوا إيه يعني يقولوا إنهم دلالين؟ المجابر اللي لقاها فواز وأبوهم كان دلال ملوش زي. سيبكم أنتوا كلامكم كله مش داخل دماغي. أنا العيال دي نهيتها معايا جربت. وعموما المية تكذب الغطاس. ولاد حربي مش طايقين، مش مصدقين ان احنا دلالين. يبقى ده وقته انك تدوم المقبره انا وريتها لك عشان يصدقوا انك دلال. طب ولو ما صدقوش؟ ساعتها انا هتصرف. خير يا رئيس حربي. المقبرة الملكية تلاقوها النهاردة. ما ينفعش. لسه فاضل مساحة كبيرة ما دورناش فيها. تركبوا عربيات بدل ما تدوروا مشي تدوروا بالعربيات. لا. لازم نبقوا لامسين الأرض. شوفوا لو ما لقيتوش المقبرة النهاردة تبقوا بالنسبة لي كذابين. يا رئيس حربي موضوع الدلالة ده إحساس. وأنا إحساسي بيقول لي إن إحنا لازم نروح هناك. ندوروا هناك في الشرق. لا تلاقوا حاجة هناك ولا هنا ولا في أيوة حتى. حاضر يا رئيس حربي. النهاردة هنلاقي المقبرة. أنا حاسس بيها. أروح معاهم يا أبوي. هناك. تلاقي المقبرة هناك. يمكن حد دلك عليها وجاي يقول لنا عليها. حد زي مين؟ الحكومة. أنت صدقت الولاية خرفانة مرت عصران؟ دي عايزة توجع ما بيننا عشان تشيل من علينا الحماية. قدامكم لآخر النهار. ما لقيتوش المقبرة؟ قد دوروا على حد يحميكم
بس مش من ولاد عصران، من ناني. مش حاسين بحاجة؟ لا. غريبة. يعني مش حاسين انكم حتموتوا النهارده؟ ده انا مش دلال وحاسسك دي يا راجل. اللي ربنا يريده هيكون. لا ما تخافش، المرة دي ربك حيريد. بينا قربنا نخلص مساحة المنطقة، هنرجع ونتحاسب. خد لفة كمان يا سلطان، حاسس اننا هنلاقي حاجة. طولوا كمان. تكذب على مين انت؟ عليا الطلاق، عليا الطلاق كمان مرة. كنت قتلتك ودفنتك هنيه من أول مرة كذبت علينا فيها. والله عشم أبويا الزيادة فيكم. هنموتوا؟ غالبا. طب ما نقول لحرب، نحاول نستسمع. هنموتوا برضه. طيب. تسرح. مش هيلاقوا حاجة هنا، المقبرة الناحية التانية. شايف الطوبة الكبيرة اللي هناك دي؟ خليهم يحفروا تحتها. عرفتي كيف؟ شغلتي نعرف. بس يا فواز، دي بتوجعني. أنا بشتغل مع اللي بتشتغل معاهم. إحنا ما بنشتغلش مع حد. سراج بيه أنا عارفة ومعاكم. إحنا مش مع حد. أعطينا عشان نعترف. ما حصل ما تقولش على موضوع الحكومة. لو عرفوا إننا بنكذب إننا دلالين هيموتونا، لكن لو عرفوا إننا مع الحكومة هيخلونا نتمنى الموت. إيه الأخبار؟ مش حاسين بحاجة يا رئيس حربي. زي ما قلت حسينا بحاجة ناحية الشرق. انكشف. اشتر وقت يا ابوي. رئيس حربي انا قلت لك موضوع الدلالة دي مش بزرار. انا مش مسيطر عليه لسه. انت اللي بلغت عن الكونتينر. ابلغ عن الكونتينر كيف؟ انا كنت جوا الكونتينر، ما كنتش عارف رايح فين. خواريه مالك؟ هناك رئيس حربي، هناك عند الحجر الكبير، هناك في مقبرة. كذب ما يخلش علينا تاني. تموت وخلاص. لا احسب لي الدكتور، انا اللي هخلص عليه. اشمعنى يعني دلوقتي جالك الوحي؟ ما عرفش، هو بيجي وقت ما يعوز. صدقني يا رئيس حربي، هناك في مقبرة، أنا متأكد. مش فواز تجيلك مقابر؟ جربنا أنا المرة دي كلها ساعتين زمن حفر. يبقى أنتوا اللي هتحفروا. ادوا كل واحد فيهم جاروف. قدامكم ساعتين. يلا. احفروا زين عشان هتدفنوا فيه. أنا خايف. خافش. لو ما كتبنا نموت هنموت. قدامكم خمس دقايق وبعدها هنردم عليكم. هم وقتهم ما لهمش غيرنا يا رئيس حربي. بقوم اربع دقايق. احب على يدك يا رئيس حربي. رئيس حربي، احنا اتنين ما فيش غيرهم. خد واحد وسيب واحد. خلي فواز يطلع. احنا شفنا النار في الدنيا، هنشوف الجنة في الآخرة إن شاء الله. رئيس حربي! رئيس حربي! رئيس حربي! لقينا باب. Follow the queen. طلعوا. دلالي! قلناكم إننا دلالي!
قلنا لكم اننا دلالين. لولاكي كنا متنا. ما كنتش هسيبكم. تعرفتي مكانها كيف؟ السراج بيه ما قالش عليه. كل المقابر اللي زي دي الاثريين عارفينا، هم عندهم خرايط للبعثات بس. المقبره دي من هوبا. من هوبا؟ من حرمي جندا. هتلاقي ابوك اللي نهبها. وهيلاقي علامته. يلا بينا. حط لهم رمله في تانك البنزين. وريني العلامه دي. ريالي علامة ايدي يا علامة مطيع وفواز. العيال كانوا بيلعبوا بينا. جيبوا لك مطيع وفواز وندفنوا عايشين. مطيع وفواز ما يتنقلوش من هنا. يلا ايه يا ابوي؟ ما هي مقبرة ملكية. ايه المقبرة؟ منهوبة علامة ابوهم عليها. ابوهم اكتشفها من سنين وهم دلونا عليها. قال ايه؟ دلالين. يعني ايه؟ يعني المقابر اللي دلن عليها فواز كان لقيها ابوه. ايوه. حط الأمر في التنكات. أهم هربنا من نيويورك شكلها كده. مش شايف حد وراه. ربنا يستر على البنزين ما يقطعش منين. لو لحقونا هيخلصوا علينا. ربنا هينجدنا زي ما نجدنا أول مرة. كتر خير يا أمينة. لو طلعت بتشتغل مع الحكومة كمان. كنتش أعرف. اتفاجأت زيك بالظبط. الظابط مشغلها ومشغل وما عرفكش. طب ليه؟ هو قال إن في أكتر من حد شغال معاه. بس ما بيقولناش على بعض عشان يتأكد من المعلومة. ما بقاش حد بيكتب. سيدي موسى. ما تجيبش سيرة موسى على لسانك تاني. أنا قلت للظابط إن عيل من عيال حربي هو اللي قتله. لو عرف إن أنت اللي قتلته هيحبسك، فاهم؟ وأنا كنت أعمل إيه؟ لو ما كنتش طخته كانوا هيطخونا، هو كان بمزاجي. أب مزاجي. في إيه؟ في إيه؟ قطعة بنزين. هيلحقونا بده؟ هيلحقونا كيف؟ عربياتهم بايظه ممكن يصلحوه. لازم نمشوا. هنمشوا في الصحراء هنتوه. يمكن يكون في جركن بنزين احتياطي. لازم نمشوا. هنمشي نروح فين يا فواز؟ هنتوه في الصحراء وهنموت. امال عاوز نستنى لغايه لما يجوا ويخلصوا علينا؟ في الصحراء في امل نعيش، لكن مع حرب مش هنعيش. وهنمشي كيف؟ انا عارف الطريق. انا حاسس انه من هنا. حاسس بيه يا فواز؟ انت عارف قدامك من وراك. لو توهنا هتبقى مصيبه. امال هنعملوا ايه؟ يلا بينا. فواز هنمشي من الناحية دي. وانت عرفت منين؟ انا حاسس ان هي الناحية دي. مش معنى احساسك اللي صح وانا اللي غلط. انا بقول لك اني حاسس ان الطريق من الناحية التانية. صدقني يا فواز الطريق مش من هنا. الطريق من هنا. وده احساس. ما تسألنيش كيف. كلامك ده عليم يعني؟ بصيت في السماء عرفت فين الشمال وفين الجنوب. اسمع كلامي المرة دي يا فواز. لو قلت هنمشي من الناحية دي همشي وراك، بس هنموت احنا التنين. اسمع كلامي المرة دي. انت هتعمل عليا شويتين اللي عملناهم على حربي. وانا من ميتة بعمل عليك شويتين دول. بقول لك اني حاسس ان الطريق من الناحية دي. اسمع كلامي المرة دي وامشي وراي. لو قلت هتمشي الناحية دي انا همشي معاك، بس هنموت احنا التنين. قلت ايه؟
فاكر نفسك هتقدر على اولاد حربي اياك؟ فين التابوت يا انطب بدل ما علق جتتك انت واخوك على باب بيتكم. ساعة كام يا راس حربي؟ ساعتي. ما تخافش مش هتتاخر على ميعاد موتك. التابوت فين؟ انطب بدل ما فرجك على بطن اخوك من جوه. خدني على قد عقلي، طالما انا كده كده ميت ريحني وقول لي الساعة كام. 8:50 يا سيدي. ابقى التابوت في المانيا. المانيا؟ كذاب، انت تعرف تطلع حاجة برا مصر؟ كان غيرك اشطر. تقدر تكلم الراجل مدير المتحف وتسأله الطرد الدبلوماسي وصل ولا لسه، ولو ما وصلش اعمل ما بدال. واتكلم. مستر هانز، did you receive the package? Yes, Mr. Harvey. Please check your bank account. Thank you. جالك كلامي؟ وفهمت أنا إيه من الرطن بتاعك وده؟ قال لك إيه؟ Speak Arabic, please. التابوت وصل الحساب في البنك. أنت عرفت تطلعه كيف؟ طلعته خلاص. المهم إن أقدر أطلع أي حاجة برا مصر دلوقتي. مش هنبقى محتاجين لعصمة شاكر خلاص. مفيش كلام معاه ده. نسرق الرئيس حربي يبقى عقبه الموت. احنا ما سرقناكوش يا رئيس حربي. احنا خدمناكم. وانتوا جايين تقولوا كده بعد ما اتقبض عليكم؟ احنا اللي جينا لكم برجلينا. امال هربانين من رئيس حربي بيروحوا السوق برضه؟ احنا لو سرقناكم يا رئيس حربي كان زماننا بره دلوقتي مع التابوت غرقانين في الفلوس. لكن انا قدامك اهو. كل اللي عاوزه منك ابقى واحد من رجالتك. ليكم ترجعوا التابوت وتدوا له عصمه ببيت يطلعوا يرمي لكل لقمه $1,000,000 وتكمل الشغلانه وتاخدوا المكسب كله. هو قال لك كام؟ 5,500,000. انتوا قلتوا قبل كده ان انت واخوك دلالين وما طلعتوش كده. اسكت، ده طلعوا احسن من الدلالين 100 مره. ده جابوا لنا 5 أضعاف سعر البضاعه. خلاص يا سلطان، عفى الله عما سلف. فكوهم. دول بقوا رجالتنا الجداد. رئيس حربي، رجلكم الجديد فواز من النهارده مش هيشتغل. عربية متحف زيورخ، مستر هانز قال لي انه مش محتاجها دلوقتي. يا عصمت بيه، ده انا غلبت ودخت على ما جبت الموميا دي بتابوتها ودفعت كتير. عندي، والشغل بتاعنا مش بيبوظ من الركنة، ده بيخلق. أنا الصراحة هانز ده يعني ما ارتحتلوش كده من أول ما شفته، يعني ما نزلليش من زور. يلا شد حيلك يا حرب وسيبك من هانز، عندي بداله 10. سلام يا باشا. يلا بالسلامة. ساربي. أهلاً مستر هانز. ازيك يا هانز باشا؟ اتفضل اتفضل. هات الشنط وتعالى ورايا. اسمع، بشتغل معاك مش عندي. عاوز حاجة اطلبها من رجالتك، يا إما همشي وروح قول لأبوك إن أنت السبب. ولما كرامتك ناجحة عليك جوك ده، ليه سايب الناس تقول عليك اللي سايب طارق؟ مش هتفهم، عشان وقفتي قدام الناس والدنيا كلها عاوز راجل. أنا مش راجل إياك. آه واقفين عندكم تعملوا إيه؟ اتفضل يا بيه، اتفضل. This is a museum. بيقول ان ده متحف. اما انت فاكر ايه؟ ده لو ادونا تصريح اخلي الدخول هنا بتذكره. ده في هنا حاجات حته واحده مالهاش زي ولا في المتحف المصري. How much for this for instance؟ بكام يا ريس؟ ب 100,000 جنيه بس. 100,000 pounds. I love all this, but it's all after the 10th dynasty. Do you have anything that's from before the 10th dynasty؟ هو بيقول ان الحاجات دي من بعد الاسره العاشره. وهو عاوز حاجات
من قبل الأسرة العشر. طب على الطلاق لو شاف السرير لا يتجنن. سرير إيه؟ السرير لا، سرير ملكي دهب بتاع رمسيس بتاح بنت رمسيس الأول. أقول له عليه؟ السرير اللي كانت بتنام عليه أختك يا سلطان. لا، مش للبيع. Anything else? No. Ismet is expensive, but he has what I need. هو بيقول إن Ismet غالي بس عنده طلبه. أنا بقول أفرجه على السرير عشان بس يعرف إن عندنا طلبه. تفرجه بس. Come here. يا ويلكم يا ويلكم. قم. Oh my God. Ask him how much for it. كم رئيس؟ بكام؟ مش قلنا مش للبيع. Not for sale. I can find someone who paid $10 million. يقول حتى لو 10 مليون ما عم بيعش. قول له هنجيب له واحد زيه. نيه. This could go to auction on the black market. يقول يطلعوا مزاد سوق سودا. دي معناها فلوس كتير. الطلاق لو ما لقروه الرئيس مش عايز يبيعه. أنست وشرفت يا هانز بيه. ترجم له خليه غرف داهية. إيه؟ السوق سودا في سويسرا؟ ده الانتربول دايخ عليهم. أنت لازم تقنعه يبيع السرير. حربي مش راضي يبيع السرير. متعلق بيه. لازم تقنعه يبيع السرير، ده أكبر مافيا لتقريب الآثار. ولاده تعبوا معاه، مش راضي. ما هو السرير ده لو راح السوق السودا في سويسرا، كده هنخلص من حربي والمافيا مع بعض. يا باشا خلينا في حربي هنا، وهم يخلصوا من المافيا هناك. يا طايع لو هانز ده فكس، حرب هياخد 7 سنين سجن، هيقضي منهم قد إيه؟ 5 سنين وهينط لنا تاني. لو عايز تخلص من حرب بجد، لازم تقنعه يبيع السرير. وأنا ممكن أعمل حاجة، أكلم مدير الأمن ينسق مع الإنتربول. ها؟ ايه كلمكش تاني اللي اسمه هانز ده؟ رئيس حربي الاجانب كلمتهم واحده، الراجل قال اللي هو عاوزه ومستني الرد. سيبه يولع، مش هبيع السرير، نفتحوا اي سكه بره باي طريقه تانية. انت شفت بنفسك يا رئيس حربي، الراجل شاف ولا الف حته وما عجبوش غير السرير. رئيس حربي المزادات دي ما بتشتغلش غير في الحتت النادره. هنلاقوا حتت نادرة تاني، احنا لسه شغالين. انت من ساعة ما لقيت السرير، لقيت حاجة شبهه؟ لا، هو السرير أول ما شفته كنت هتصرف فيه. السماح بيت الله يرحمها كانت صغيرة، استحلت نومته وفضل سريرها لحد ما حصل اللي حصل. خلاص حقك، عمرك ما تبيعه طبعا. قول له اللي عايزنا بيعه عشان الفلوس. لا، ده ولا فلوس الدنيا كلها هتعوضك عن حاجه من ريحه بنتك. سامع. طب اقول لك على فكره يا رئيس حربي، احنا نطلع السرير ونعرضه للبيع عشان نعرف ثمنه ونتعرف على مشترين جدد وما نخسرش هنز ونرجعه تاني. يا راجل ده لاعب بيطلع روحه عشان يطلع حته بره مصر، نقوم نطلعه ونرجعه تاني. ما هو اللي طلعه هو اللي هيرجعه يا رئيس حربي. ولو خسرنا هانز وما تعرفناش على مشترين جدد هتفضل رقابينا في يد عصمت بيه. انا
أهم حاجة تكون وسيلة منع الحمل مضمونة 100%. مفيش حاجة كده، في ستات بيستخدموا وسيلتين وبرضه بيعملوا. يعني يا دكتور مفيش أي طريقة مضمونة؟ اللي قلت عليه نسبة نجاحه 99%. لو عايزة 100% يبقى نعمل حاجة عضوية، وأنا طبعاً ما أنصحش بكده. يعني إيه؟ يعني عملية نشيل الرحم. يا نهار أسود، لا يا موت تكده ولا هتخلي في دلوقتي ولا بعدين. لا يا دكتور مش هينفع. ايه طب انا سيبكم لوحدكم شويه. بقول لك مش اي حاجه خلاص، قال لك مفيش حل، هشيل الرحم. حرام تحرمي نفسك من العيال خالص، محدش بياخد كل حاجه. انا هقول لي طايع يا موت شندي، اوعي تقولي لطايع. أزهار اوعي تقولي له، أنا هقول له بعد ما أعمل العملية هقول له عشان خاطر ما تقولش حاجة. ايه قررتي ايه؟ هعمل العملية يا دكتور. ايه اللي خلاك تطلب تقابل السفير بس؟ ده كلام كبير، محتاج ناس كبيرة، والسفير ده أكبر راس هنا. بس كده رفاق لي هيفش فينا جامد. ايه؟ شين كراج؟ وكان باتشي، انتوا عاوزين تقابلوا سعادة السفير ليه؟ ايه الدخلة دي؟ فيش أهلا ولا سهلا، ده احنا حتى ضيوفكم يا أخي. ايه ده رئيس حربي مش كده؟ أنا ما بعرف أجيتا، أنا بعرفهم هما. ده الرئيس حربي، ده الكبير بتاعنا كلنا، ولما الموضوع كبر جه بنفسه. عايزين حقيبة دبلوماسية كل شهر. كان يغلى شهر تكون شهر؟ ودي سألو. احنا دبلوماسيين وبنمثل بلدنا، الكلام ده ما بيتقال بالطريقة دي. مش مهم الطريقة يا روفلي، المهم ان احنا الشغل اللي جاي شغل كبير. الكلام ده ما وقته ولا زمنه هنا. ممكن تتفضلوا تطلعوا برا. خبري تجيبنا نتهزقوا هنا ولا ايه؟ ايه ده رئيس حرب؟ نطلع برا فين؟ اتفضلوا. ما تقول له حاجه يا قربها. سهل مالت عليك؟ تسيتش بوكا، انت قال لك بطو اجري يا اخو. انت قال لك بطو، انا قال لك اجري لا بيجيب لا. انت كان ما عارف كلام تب ده جماعه ده ومن جد تونغو تونغو ناس. انا قال لك ما اعرف انا في النور ايه ده؟ تونغا ده سواب فقر راسك انت يا اخي. شكله هيخربها مزراب ده. هو راح يبلغ الحكومه ولا ايه؟ احنا كنا بنتفاوض تفاوض متحضر. ده تفاوض متحضر؟ كلام دبلوماسي يا طايع. وخلص على ايه كلام الدبلوماسيين ده؟ لا ده خلاص اتفقنا، بس مش هيتعاملوا معاك تاني، هيتعاملوا مع طايا بس. ليه؟ علشان انت صوتك عالي. انا حسي عالي؟ مساء الفل يا قمر. انت متاكد ان السرير على الطياره؟ طبعا يا رئيس حربي متاكد. خايف لا يتكسر ولا يجرى له حاجه. ايه رأيك يا ابوي؟ أول مرة نشحن ونبعت بضاعة إياك. هو السرير ده بضاعة، أنت التاني؟ يا ريس حربي ما تقلقش، الأجانب بتخاف على حاجة أكتر من صحابها. أنا هروح أجيب لكم حاجة تشربوها. ماشي. أربعة قهوة. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ مصفرينك بيزنس، مصفرين إنها إيكونومي، بس ما تقلقش، هجيبك. اسمع يا صاجبين، الراجل قاعد قدامك أهو، والحاجة في الطيارة، أنا كده عملت اللي عليا وزيادة. ما تقلقش، الانتربول مستنينا هناك، وإحنا منسقين معاهم، أول ما هنوصل هنقبض على الرجالة. كمان مافيا عصابة الآثار. يلا انت بس اخلع من هنا عشان محدش ياخد باله. هات لنا القهوة على هناك. لآخر مرة بقولك انت مش محتاجة تعملي العملية دي. لازم اعملها يا دكتور. النهاردة عندك سبب وجيه إنك ما تخلفيش، بكرة ما تعرفيش هيحصل فيه إيه. أنا بقول لك كده علشان أنتي زي أختي.
بلاش. طب انت حر. استنى يا دكتور. اقول لك ايه لو سمحتي؟ هي الحاله اللي جوا قدامها قد ايه دي؟ صعب الكتير. رد يا موجه. هيا موج. ايوه يا طايع، انا ازهار مش موج. هيا ازهار، موجه فين؟ هي في ما تنطقي. هي دخلت الحمام، هتطلع دلوقتي وتكلمك. بتكدبي يا أزهار؟ انتوا فين؟ في أوضة العمليات. عمليات ايه؟ بتعملي في أوضة العمليات؟ بتشيل الرحم. لا 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 أزهار، اسمع ما اقول لك، اوعي تخليها تعمل كده. ادخلي دلوقتي، وقفي العملية بأي شكل. اسمعي سمعش الولايه بتقول ان ده الاخير. سلطان تليفوني فصل، اديني تليفونك اعمل مكالمه ضروري. يا تبوك يلا بينا، الطياره هتفوتنا. بقول لك تليفوني فصل. يلا قدام، ابقى اشحنوا على الطياره. يلا يلا. موجه دي كويسه؟ كويسه. بعد اذنكم ممكن تسيبونا دقيقه لوحدينا؟ قدرتش. أحسن، بارك الحمد لله. أمي اتصلت؟ لا، بس طايع اللي اتصل. هتكوني قلت له حاجة؟ ما تقلقيش، هتصل بيه تاني وأقول له إنك ما عملتيش العملية. لا، وحد اتصلي بيه، ما تقوليلوش حاجة. يعني؟ يعني أنا هقول له إن أنا شلت الرحم. ولو حبلت؟ مش هحبل. همنع الحبل بالطرق العادية. لا يا موجة مش هينفع. ما هو يا كده هخش اعمل العملية يا أزهار. خلاص كله للعملية. يا موجة ازاي تعملي اللي عملتيه ده من غير ما تقولي لي؟ ازاي تعمليه اصلا؟ عايزه نبقى مطمنين. طمنيني عليك، انت كويسه؟ حصل حاجه؟ حصل لك نزيف؟ لا الحمد لله مفيش حاجه. يعني خلاص موضوع الخلفه ده راح؟ ايوه خلص. خلاص مش هنخلف في حياتنا خلاص. كنت فاكره انك هتبقى مبسوط. مبسوط عشان انت بقيتي في امان، بس محروق عشان هنتحرم من الخلفه غصب. مستر هيثم؟ ها؟ لا ما ده اسمك اللي في الباسبور مضروب. ايوه ايه في ايه؟ بقول لك ايه؟ هكلمك تاني. ايه؟ كام ويداس؟ ها؟ يا طايع شوف دول عايزين ايه؟ واتس روم؟ ود يو كام ويداس بليز؟ ضايع ابوي. ممكن اعرف احنا قاعدين هنا ليه؟ واتس رونج بي بيسن؟ ها؟ يقول اصبر. Welcome, my friends. الحقنا يا مستر هانز.
What's the problem, Mr. Hans? A special treatment. You'll be out of the airport in minutes. بيقول إنهم تبعوا عشان يخلصوا لنا الإجراءات بسرعة. أقول من الأول يا بني آدم. يا راجل سيفت ركبنا. It was just a surprise. فجأة. تخرب بيتك يا مستر هانس. متأكد إن السرير طالع من المطار. السرير في العربية اللي ورانا. ياه السرعة دي. هو هانس ده طلع تقيل. You're talking about me. Yes. أنت تقيل. تقيل. Yes. Heavy. Before we talk business, I'd like to show you a few pieces so you know what we're interested in. بيقول هيورينا حاجات عشان نجيب له زيها. سي؟ انا شبع الحته دي. دي ودي ودي ده كل ده شغلنا. ايوه بس دي اللي كانت في المخزن القديم اللي كان عليها عنكبوت كد كده. بس ربنا نفخ في صورتها. شوف بيهتموا بالحاجه كيف. احنا لو اعتنينا كده كانش ده بقى حالنا. كان زماني دلوقتي مدير متحف. والي كان زمانك كتير ابن مدير المتحف. وبيترجم معايا لغايه ما اتعرف عليه. تتعرف على مين انت جنيد؟ ده وقت اللي بتعمله ده؟ يا عمي ده هو ده وقته. وانت فاكرني جاي ليه؟ ابونا محرج علينا ما نتكلمش مع الاجانب في الشغل. ايه؟ كم؟ سوري كريزي. عبوري تعبش من اساسه. عامله فيها شريفي. الحريم هني كلهم شمال يكون في علمك. ما عدا دي على حظك. This is Eleanor, the auctioneer. دي اللي هتدير المزاد. أهلاً أهلاً. I'm sorry, but we can't add your piece to the auction tomorrow. Every event is planned month ahead. قولي. بتقول إنها مش هتقدر تعرض السرير بكرة. علشان الحاجات دي لازم يتفقوا عليها قبلها بشهر. I pushed it out to next month. It'll be better for the buyers. هانز بيقول إنه اتفق معاها على الشهر الجاي. وده هيكون أحسن للمشتري. لا 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 احنا جايين على انه هيتعرض بكره. قول لهم ما عايزينش احنا نسافر طوالي. Did you see bed? Not yet, but it's not gonna make a difference. Wait. طبعا سلطان يا هتعمل ايه؟ وريها السرير ما شافتوش. It's very impressive. He say, we'll go back. I have never done this before, but this is one of a kind. Okay, I agree. وافقت. هتعرض. احنا متشكرين يا ست الكل. بقول لك عاوزة كارت فيزا. كلها في كاش. أو دول كمان. دي غرفة. ماشي. امسك. أنت وأبوي. يلا. طبعاً عارف إن أنا مش طايقك ها؟ عارف. بس أنت طلعت مخ تقيل. مش عشان اللي عملته النهارده مع الوليه وبس، لا
انك تعرف تبلف ابوي عايزه مخ ذري. امال مش طايقني ليه عاد؟ عشان كان نفسي ان انا لا اعرف ابلف ابوي. مش غريب؟ طب ما انت قلت عاوزه مخ زر. ولا يهم، تحب اخلي ابوك ينزل مع السرير النهارده على مصر؟ لا مش للدرجه دي، خلاص هطيقك. تعرف المشكله فين؟ انا اللي مش هقدر اطيقك. توحشتك يا موجة، عاملة إيه؟ لو شفتك هبقى كويسة. قريب قريب قوي كمان. راجع أنت؟ ما عارفش بس قريب. أول ما أرجع على مصر اقفلي هكلمك تاني. عاوز ايه يا ضاحي؟ يلا ننزل ونشوف نسوان البلد دي عامل ايه. هو انت بتهداش ابدا؟ هنزل لوحدي براحتك، وجابوني. طب اسمع، نخلص اللي احنا جايين عشانه واخدك افسحك في سويسرا كلها، قلت ايه؟ فسحني. سلامة طايع. سلامة ضاحي. الوكل برد يا دناي. انزل انتي وانا جايه وراك. ايه اللي وجع دي؟ ايه اللي وجع ده؟ دي علبة دواء فاضية. اطلع بره يا سيد. دي علبة دواء فاضية. شطيها برجلك ليه؟ لا ما شطهاش برجلي. هاتيها. لا ما هي فاضية، ارميها. هاتيها. مش لازمة. هاتيها. وريني. مش شمن على الحمل؟ تعملي بيه ايه ده؟ لا مش بتاعي. شايلاه في دلابك ليه؟ ما تعملي بيه ايه؟ مش بتاعي يا ماما. قلتكي هقول لك. كنت حسك، كنت حسك هقول لك. هفهمك. انا طالعه متجوزي. من ورانا يا جليلة الرباية؟ كلت اصحابك يا فجري؟ ما هو لو ابوي كان وافق ما كانش كل ده حصل. ابوك اللي ما عملتلوش حساب؟ انا من حقي اتجوز وعيش زي بقية البنات. مش بالطريقة دي. كنت حسك. مش بالطريقة دي. اضربيني بس كنت حسك. تكسري ضهري؟ تحطي راس ابوكي في الطين؟ يا ريت بطني ما شلت فيكي. 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 كان نفسي البسك الفستان الابيض بيدي، لكن انتي حرمتيني من اليوم ده. اليوم ده عمره ما كان هيجي وانتي عارفه. من حقي اني اخاف عليك انا وابوكي. مالناش في الدنيا غيرك. ما تخافيش. هو اساسا ما رضيش يلمسني غير لما اتاكد ان انا مش هحبه. ابوي يقول الكلام ده لابوكي؟ ابوي لا. ماما يا ماما ابوي في ايدك احب على يدك. بلاش ابوي هيقتل لو عرف. يستاهل. لا ما يستاهلش. ما يستاهلش ولو مات هموت نفسي ورا. موتي وغرضي. يريدك موتي وغرضي. ما قدمناش غير حل واحد. اللي تقولي عليها نفس. يجي تقدم لابوكي وابوكي يوافق. مش هيوافق، مش هيوافق، هيرفض في المرتين اللي فات. النفس وجعت في الراس.
المرة دي هيقبل. هيقبل ايه؟ يعني هتقبل أي عريس يتقدم لها. مالك يا مهجة؟ تضربها ولا ايه؟ لا واكسر رقبتها. تتخرفي ولا ايه؟ والطار اللي عليها؟ الناس ابتدت تتكلم، بيقولوا ماشي بطال، واللي بيقول متجوزة في السر، وبعدين هي في حمى عمدة. انت لازم تجوزها وإلا سيرتك هتبقى على كل لسان. الله الله على الانتربول، ايه الشغل اللي على مايا بدا ده؟ مر؟ انا قلبك حربي. ده بعده فين؟ اوكي ليديز اند جنتلمان، ليتس ستارت اور اوكشن. 11 مليون يورو. 11 مليون يورو. اوكي 12 مليون يورو. بيقولوا ايه؟ قول 12 مليون على اللوحة. 12 مليون 12 مليون يورو. بنبش الفروج ده. بنبش فروج؟ دي لوحة زهرة الخشخاش، دي اللي اتسرقت من مصر. خشخاش. أنا بقول برضو اللي يدفع الفلوس دي كلها يكون دماغه فيها خشخاش وهيروين كمان. 12 مليون يورو. 12 مليون يورو سولد. يا وبعتك ده؟ مع الفلوس بتجنن برضه. هيعرضوا السرير دلوك. So this is such a rare masterpiece from the second royal pharaoh's family. So you can find more information in your brochures. 5 million euro. 6 million euro. 7. 7 million. 20 million. 20 million. بقول لك إيه؟ قول أعلى سعر، إحنا ما خسرانينش حاجة. قال 20 مليون. إحنا المشتري والبايع، قول. 21 million. 20 million، مستر بينو. قلت أعلى سعر. قلت لها 21 وهو قال 20. 21 مليون يورو. I'm sorry, but you can't buy your own piece. بتقول ايه؟ بتقول ما ينفعش البايع يكون هو المشتري. ايه؟ 20 مليون؟ 20 مليون؟ 20 مليون يورو. Congrats. Sold, Mr. Pino. Thank you. السرير ده بتاعنا ومش للبيع. You have to respect the rules. بيقول ايه؟ يقول لازم نحترم القوانين. بقول لك ايه يا بلدينا؟ السرير ده بتاعنا واحنا ما هنبيعش، فهمت؟ قول مبروك يا اخي. بيع خلصت، خلاص. ما مبروكش وما خلصتش. بقول لك ايه يا روح امك؟ السرير ده مش للبيع، فهمت؟ هات السرير يا قلبي. قاعد. خرب بتاع ساعة يشتغلوكم. What happened؟ The auction is finished. كانوا عارفين إن في كاميرات مراقبة هنا. خلوها تبعت لنا الصورة متأخرة. They tricked us. Again.
بتقول تاني؟ يعني ضحكوا عليكم قبل كده؟ وانا اللي كنت متضايق ان هم شالوا نص الاسم. انا عاوز السرير دلوقتي حالا. يا ابوي اقعد واحد وهنجيبه لك. جيب يا سلطان، خلاص اللي حصل حصل. لا، السرير يرجع يعني يرجع. هيرجع على الطلاق، لا يرجع بس اهدى. قسما بالله لو ما رجع انا هسودها على دماغكم كلكم. طب واحنا مالنا يا ابوي؟ قعدتوا تزنوا على ودانك. لا يا ابوي، ولا انا ولا سلطان زنينا على ودانك. وبعدين خلاص نصيبه كده. يا ابوي يا ابوي، ال 20 مليون يورو ده احنا نبطل شغل فيه. ولا فلوس الارض كلها تلزمني. انا هيلزمني السرير. اكتم خلاص يا ابوي اهدى. وطايع فين؟ عمدرة الزفت المتحف. بيهبب ايه مع عمدرة الزفت ده؟ شوف مين. تعالى تعالى شوف. انت قلت لي الموضوع ده على ضمانتي، وضمانتك بالنسبة لي يعني رقبتك. رئيس حربي، احنا ما كناش نعرف حكاية ان البايع ما ينفعش يكون المشتري دي. مش عايز حجج وكلام فاضي. خلاص اهدى. مديرة المتحف حددت لي معاد اقابل فيه الراجل اللي اشترى السرير. انا هكسر دماغه ولد الجزمة ده. ما ينفعش تيجي معايا، انا هقابله بكرة لوحدي. ليه؟ انت سبت له رئيس حربي. هو لسه شاف سب ولا سمع شتيمة؟ انت المسؤول قدامي. السرير ده لو ما رجعش انا مش هقول لك هعمل فيك ايه. خليها مفاجأة. روح. We have a meeting with Mr. Pino. ID. اصبر. الو مستر بين. اهلين. اقعد. احنا كنا جايين لحضرتك يا مستر بينو عشان نرجع السرير. البضاعة اللي بتنباع لا ترد ولا تستبدل. عندك حق، بس احنا الحقيقة عاوزين السرير، وعشان كده قلنا نحط مليون دولار زيادة على تمن اللي حضرتك دفعته. لا، طب أقول لك على حاجة، إحنا هنحط 2 مليون دولار زيادة، قلت إيه؟ يا خيي أنا جامع تحف كولكتر، مني تاجر، أنا بشتري ما ببيع. بس شو هالإصرار على تردوا السرير يعني؟ الحقيقة يعني يا مستر بينو إنه صاحب السرير الرئيس حربي متعلق بالسرير ده قوي، عشان بنته الله يرحمها كانت بتنام عليه. أنا واحد من أولادي مات وهو صغير. بقي في حياته. بس هو من الأصل ليه عرض السرير للبيع؟ هي الحقيقة كانت ظروف. صاحب السرير هيدا صاحب السرير شوي قليل أدب. بس من شان موضوع بنته اللي تأثرت فيه، أنا ممكن أطلب 3 مليون. وتاخذوا السرير. 3 مليون كتير قوي يا مستر. وقتها رئيس قلت على ابوي قليل ادب. يا ضاحي. اللي بايه رايك انك حترجع السرير ورجلك فوق رقبتك؟ انت جاي تهددني؟ وهدد امك كمان. تعملوا ده؟ قصر الكلام. هتاخد عرجك وترجع السرير ولا لا؟ ديفيد، get this man out of here now.
مستر بينو، أنا بعتذر، بس هو عاوز البيعة تتم ضد إرادة أبوه. قاصد يضايقك. هو فعلا قدر يضايقني. انتهى الموضوع. برا برا. هنقول لابوي كلمتين ورد غطاه. قلنا للراجل خد فلوس ورجع السرير، رفض. مش هنجيب سيرة حاجة تانية. مش هقول له كده طبعا. أنا هقول له على اللي حصل. يعني إيه؟ يعني لو ما قلتلوش على اللي حصل أنا اللي هتدبس فيه. هقول له إنك كذاب. تبقى كلمتك قصاد كلمتي. محدش هيصدق. عشان معروف أنت اللي عاوز تخلص من السرير. طب اعمل اللي بقول لك عليه، ليلة مش هيطلع عليك نهار. إيه الحكاية؟ أبوك عاوز يقتلني. ولاد عصام عايزين يقتلوني، وانت عايز تقتلني؟ يا اخي انا مش عايز اموت دلوة. وقف هنا. ستوب. راح فين؟ عم جو. الو يا اسرا شبيه، اسمع. معلش يا مستر بينو، جيت لك تاني بعد ما طردتني، بس المرة دي ما جيتش ويدي فاضية، جيت ومعايا الانتربول. شوف عاد عاوز تعمل ايه؟ تتعاون ويا دار ما دخلك شر ولا؟ So I'm afraid you have no choice. So شو من شان الفرق اللي قلت انك رح تدفعه؟ سامحني في ده، ده كان عرض خاص والفترة محدودة. ايه وافق؟ الله يا ابوي، حاولت معاه بكل الطرق بس السرير عاجبه. وطلع فين؟ تلاقيه خاف من اللي هتعمله فيه، ما عرفش راح فين. طب قسما عظما، عارف لو ما كنت جيت كنت هجيبك لو كنت فين؟ على مهلك يا رئيس حرب. تفضل يا مستر بينو. لو بدك السرير يرجع لك عندي شرط واحد. ايه هو الشرط؟ ضاحي يشرب من هاي. احنا ما حدش يتشرط علينا. ايه الحكايه دي؟ الموضوع ده يا ابوي احكيه لك بعدين. طب اشرب يا ضاح. اشرب يا ابوي، انت هتصدق كلام اشرب. هيك تقدر تبعت حدا ياخد السرير دون اي زياده. سلام سلام.
أنا ما بهربش يا ريس حربي. لا ده أنت معلم. إيه تمام؟ طمن، كريت شحن على الطيارة. So Mr. Harvey, we want to work with you again. وليه؟ أقول لك عاوزة تشتغل معاك تاني وتالت. إن شاء الله. قطايا. أيوه يا سراج بيه. أنتوا ليه سبتوا السرير يطلع على الطيارة؟ إحنا أصلاً ماشيين دلوقتي. أنا شافك ما تقلقش، شفتكم خلاص. اتصلوا بس بتاع الانتربول طلب مني احنا استنى شوية. تقريباً في حاجة عندهم في الإجراءات. خلي بالك، سلام. ليتس أرست حربي. What is this? You're under arrest. What do you mean? You entered without a visa. You're under arrest. لا الفيزا رايح نفسك. Here is the visa. حتى الانتربول. Sorry. Tell Mr. Harvey that Interpol was after you, but now I handled it. قالت ايه؟ بتقول ان البوليس كان مراقبنا بس هي خلاص اتصرفت. شكرير. يلا مين؟ بوليس. يلا. En Suisse sans visa. انت دخلت سويسرا من غير فيزا؟ يا باشا انا ظابط والداخليه المصريه منسقه معاهم هنا مع الانتربول بتاعهم. كل المشكله ان الفيزا بتاعتي اتقطعت من باسبور وده اللي مجنني. Il dit qu'il est policier égyptien, qu'il est là tout à fait légalement et que son visa aurait été découpé du passeport. Je crois absolument pas à son histoire. مش بيصدقك. طيب يا باشا ادي البطاقه بتاعتي مكتوب فيها ان انا ظابط، بعد اذنك ترجم لي المكتوب فيها. اثنين، في ضابط اسمه انزو مكلف معايا من الانتربول عندهم ان احنا نمسك سرير اثري مصري متهرب من مصر. المشكله دلوقتي ان السرير ده سافر على الطياره وراجع على مصر. انا محتاج اعمل مكالمه اكلم فيها السفاره المصريه عشان تكلم الداخليه يقبضوا على المهربين دول هناك. Il dit qu'il est policier, que cette carte prouve que c'est un policier égyptien, qu'il est en contact avec un certain Enzo d'Interpol sur une affaire de vol d'antiquité et il demande à ce qu'on appelle l'ambassade égyptienne pour vérifier son histoire. Je crois absolument pas à cette histoire. معلش يا استاذ مش بصدقك خالص. طب بعد اذنك انا من حين انا المفروض اعمل مكالمه، انا عايز اعمل المكالمه بتاعتي دي. Vous êtes rentré en Suisse sans visa. بيسالك انت دخلت سويسرا من غير فيزا ازاي دخلت سويسرا؟ يا باشا الراجل ده بيهرب وبيضيع في وقت، هو عايز ايه؟ يا عم استنى. Attendez, il veut vous dire quelque chose. بعد اذنك بس عايزك تقول له اخبار الشارب الياسمين ايه؟ مش فاهم. لا انت قول له هو هيفهم كويس قوي. Il vous demande si vous buvez du thé au jasmin. بقول لك ايه؟ من الاخر كده، انت معاهم؟ مع مين؟ انت قابض ولا نضيف؟ انا مترجم. بيجيبوني لما يكون في متاحم عربي زيك. يا باشا الناس دي فاسده وبيعطلوني عشان عايزين يهربوا اثار. انا طالب منك خدمه. ممكن تكلم السفاره المصريه؟ ما ينفعش. إذا بنافس طلبك هترفض. يعني ورتك الاي دي بتاعي قلت لك اكلم السفارة المصرية، مش مصدق أنا ظابط؟ أنا مترجم، ما عنديش رأي هنا. طب سيبك من الورق. أنت مش مصدق أنا ظابط؟ الناس دي عايزة تلبسني تهمة ظلم، وأنت لو ما وقفتش جنبي وكلمت السفارة المصرية هيبقى ذنب في رقبتك. أساعدك إزاي؟ يا واحد راح الجمارك اطمن على السرير طلع ولا لسه؟ يا ابوي ما السلطان هناك. ما تقلقش يا ابوي. يا موجي عامل ايه؟ هشوفك في المستوصف بالليل. تكلم مين؟ دمي يا ريس حربي بطمن عليها. طب اداني
ده انا اقول له حاجه. ولدك ده ما جابتوش ولاد، ربنا يخليهولي. الو يا مطايع، خط قطع. استاذ هيثم عصمت باشا، انا لو اعرف انك هتسافر كنت بعت حد يفتح لك قاعد كبار الزوار يا ريس هيثم. مش ده اسمك برضو في الباسبور؟ الحاجه اللي طلعت رجعت تاني، انا ما بعتش حاجه. انت خرجت حاجات من ورايا وتعاملت مع رجالتي بره من ورايا، ولا لا؟ لا باشا. ايه يا ريس هيثم، انت بتفتح شغل عشان تستغنى عني؟ سعاده الباشا، انا لو بحب الاذيه كنت بلغت عنك الانتربول يمسكوك انت والسرير، ما ترجعش هنا تاني، او ابلغ اي امين شرطه يكشف على الباسبور المزيف اللي في جيبك. بس لا، ده عيش وملح، ده قرصة ودن يا هيثم. هيثم مش راكبة أبدا. ما أنا قلتك ده الحكومة صممت تفتح الكونتينر والسرير. صابر، لازم نمشي دلوقتي، السرير متسجل باسم الباسبور المضروب. أنا ما ماشيش من غير السرير. يلا يا أبوه نسمى نمشي. نمشوا كيف؟ هيسيب السرير؟ واو، يعني مصيبة أبويا يقبل عليها. الله يا أبوي، أنا ما ماشيش من غيره. يا أبوي على طلب يجيبه لك عند أنا، بس الله عشان يحكم وراك. يلا امشي. فواز ما كانش ليه ذنب يا ريس حربي ولا يعرف حاجة. اللي عملته ده مش هيطولك أنت لوحدك ولا هيطول فواز لوحده. انت واخدنا على البيت ليه؟ اهلي ما لهمش ذنب. هتعرف واخدك على البيت ليه؟ اظهر وامي ما لهمش دعوه يا ريس حربي. انزل. خلص عليا انا يا ريس حربي. هم ما لهمش ذنب. ما لهمش دعوه يا ريس حربي. انزل. مش هنزل. فكرك يعني لو عايز اخلص عليهم هيفرق معايا هتنزل ولا مش هتنزل؟ بالنسبه للحكومه مش هيبقى ليا صالح بيهم. لا، عايزك يفضل ليك صالح بيهم وتشتغل معاهم زي الاول وتوصل لهم معلومات عننا، بس دلوقتي توصل اللي انا اقول لك عليه. حاضر، هعمل اللي تقول عليه، بس نمشوا من هنا. امنت لك انا بحاضر دي؟ لا، لازم امن نفسي منكم كويس قوي. انزلوا. فواز في ايه؟ خير. خير؟ وهيجي منين الخير؟ وانت مكتف عيالك دي؟ ما تقلقوش، حقك وتفرحوا. احنا جايين نطلبوا اصهار لعيل من عيالي. يا مري! يا اختي مش هتتجوز كده يا ريس حربي. زمان لما كانوا قبيلتين بيتصالحوا كانوا بيعملوا حاجة من التنين كضمانة، يا يبقى في بينهم تجارة ومصلحة يا يبقى في بينهم نسب، واحنا مفيش بينا تجارة. شوف أي ضمانة تانية غير أختي؟ لا، أنا مش هأمن لك إلا إذا كان في بينا نسب. ودينا جينا أهو قدامكم حاجة من التنين، يا نفرحوا بيكم كلكم يا نعزوا فيكم كلكم. قلت إيه؟ يا مرارك الطافح يا عواض. آخر ثلاثة، سلطان أكبرهم وأعجلهم وبأمنوا على كل أسراري، ومتجوز ثلاثة، ومن حق الرابعة هلال. هو وزنه كتير بس دمه خفيف وحمش هبابك، بس حماشته دي تخليه متسرع وبخيل حريص. لا، بخيل قوي كمان. سيبك منه. ضاحي. ضاحي ده نسيت أقول، هلال بيقرأ ويكتب ولا بتوع المدارس. ضاحي راجل جدع وصاحب صاحبه وعينه زاغه وبتاع حريم. خليك محضر خير امال، ولو اتعارك مع جبل يهده. ها هديك عرفتيهم يا عروسه. قلت ايه؟ عرفت عن كل واحد جمله، على اساس هعرف اتجوز مين. يا ريس حربي، ازهار هتحتاج وقت عشان تفكر. يومين جمعتنا الخميس تكون العروسه اختارت ونعمل الدخله على طول.
يومين دخلت بنتي متدار للنار كده. خير البر عاجله. يلا يا رجاله، يلا طايع، يلا فواز. يا ريس سيب لي طايع وفواز اليومين دول، احتاجهم عشان التجهيزات. لا هيبيتوا عندنا، ما نقدروش نستغنوا عنهم، وعندنا شغل كتير. هسيب لك اتنين من رجالتي على الباب عشان لو العروس احتاجت حاجه لزوم الفرح. دي اقامه جبريه. ما تقولش كده، ده يقفوا في الخدمه عشان لو العروس احتاجت اي حاجه لزوم الفرح يخدموها على طول. يلا يا طايع، يلا يا فواز. متجوز واحد من المجرمين دول؟ مستحيل، مش هيحصل. هتعمل ايه يعني؟ اتصرف يا هزار، ما تخافيش. سروج بيه صاحبك كان جاي يسأل عليك. تقلقيش يا زهر، أخوك الكبير هيتصرف. أزهر ضاعت، أزهر ضاعت يا طايح، أزهر ضاعت. اهدى فواز، اهدى اهدى، انت مالكش ذنب. أزهر ليه تدفع ثمن اللي احنا بنعمله ده؟ أزهر مش هتتجوز عيل من عيال حربي. رئيس حربي، رئيس حربي، مكانك. مفيش حركة إلا بأوامر رئيس حربي. أنا عاوز أقابل الرئيس حربي. قلت لك مكانك. يا رئيس حربي، يا رئيس حربي. أه في إيه يا دكتور؟ بيت قالوا لي إن الضابط بيسأل علي، ولو ما ظهرتش هيعرف إنك كشفت. إيه خايف علي؟ خايف على أمي وأختي وأخوي. إديله تليفون. يا أبوي هيلعب بينا تاني؟ ما يقدرش، خلاص ده بيجي ابو نسب. افتح السبيكر. الو طيب، انت كويس؟ انا قلقت عليك وما كشفوك. لا يا سراج بيه، محدش كشفه. الدرج اللي فيه ملفك اللي اتكسر عندي. اللي عمل كده مش من رجالة حربي. طيب ماشي، في نفس المكان بكرة الساعة 8. مش هينفع تقابله. طيب لو ما قابلتوش هيعرف ان الحكاية فيها ان. مش هتقابله. الو يا رئيس حربي، لو عاوزين تلعبوا بيه طيب لازم اقابله عشان ما يعرفش ان انا اتكشفت. انا روحي دلوقتي في يدك، مش هقدر اخونك. لازم اقابله والموضوع في يدكم. الو الو طايع. يا ابوي يا ابوي مش هيفعل. امه واخته واخوه بجراهنا عندينا. اهمد لما اخذ اسراج بيه. هو في ايه؟ الخط كان بيقطع. خلاص بكره الساعه 8 في نفس المكان. طيب تمام، بنفس المكان بكره الساعه 8. سلام. هلاقي لك مجابر وبعت الحكومة عشانك، وهنفذ كل اللي تقول عليه، بس بلاش أختي يا رئيس حربي. إيه؟ نسبنا ما يشرفش ولا إيه؟ أختي مالهاش دعوة باللي بيحصل. أختك وإحنا هنحرقوها، هنجوزوها، حقك تفرح. طلعها بره البطن. الموضوع ده اتقفل ضبة ومفتاح. أختك هتتجوز منينا؟ يعني هتتجوز منينا؟ عايز أختك لما تتجوز يبقى أخوها الكبير عايش ولا ميت؟ يا أبوي أنا مش مرتاح للمقابلة دي. وبعدين يعني إيه؟ أنت عاوز يوصل إيه للظابط؟ عايزه يلهيه عن موضوع المقبرة الملكية. هيقول له على مقبرة عمال لقيناها عند التبة السوداء، نملاها له آثار ملهاش عايز. بس موضوع المقبرة الملكية ده كأن لم يكن. أنا شاكك إن في حد شاف ملفك.
امال ليه المراقبين وعدد الحفر اتنقلت لمكان تاني؟ هما لقوا مقبره؟ لا. امال ايه؟ يمكن عاوزين يدوروا في مكان جديد. انت مالك كده بترد عليا الكلمه ورد غطاها؟ يعني بتقولي ان انا اتكشفت وعاوز نفتح معاك في الكلام؟ عندك حق. شوف يا طايع، انا وعدتك وعد، لو عايز تخلع من حربي انا مش همنعك، بالعكس انا هساعدك واعتبر ان مهمتك انتهت. لا، انا مكمل لحد ما حربي يوجع، بس لو عاوز تساعدني صح، انا عاوز منك خدمه تاني. عايز ايه؟ حربي عاوز يناسبني. يناسبك؟ اشمعنى؟ طايع ما كشفوك؟ انت عارف قد ايه يهمني مصلحتك، انت مخبي عليا حاجه. ايوه، سرك كبير. انا طلعت دلال. دلال؟ دلال ايه؟ ما كنتش عاوز اقول لك عشان مش هتصدقني. طيب دلال، انت هتلوم مقبره؟ ايوه، في التبه السوداء. طب عايزين نسبك ليه؟ عشان بقيت كنز بالنسبه لهم، عاوزين يربطوني، وانا لا يمكن ادخل اختي في الدايره دي حتى لو على رقبتي. كل اللي بطلبه منك انك تهرب امي واختي. طب ايه المشكله؟ المشكله ان حربي حاطط حراسه على البيت. طب انا هعمل لك ايه؟ انا اللي اقول لك ولا انت اللي تقول لي يا سراج بيه؟ ما انت الحكومه. ما انت بتقول لي حربي حاطط حراسه على البيت، يعني ممكن ابعت لك قوه دلوقتي ويحصل ضرب نار وامك واختك اتصابوا. طب ولو طلعتهم لك من البيت؟ مش هخلي جنس مخلوق على الارض يعرف لهم طريق جره. وعد مني. ايوه يا مهجة، محتاج مساعدتك. الله ينور. ايه العمده هيدفع فيه كام؟ عايز تعرف ليه؟ هتسيب الاصل وتشتغل في التجليد؟ لا، عاوز اعرف العمده بيديك حقك ولا بيضحك عليك؟ اكمنه بيجي حماك. والله لو خدوا مني ببلاش انا راضي. واه، كل ده عشان بنت العمده؟ بنت العمده بقت خطيبتي وقريب هتبقى مرتي. هم عيالك ولا انت ما نفسكش في عيل يشيل اسمك من بعدك؟ اجيب عيل ما اجيبش، دي امور عائليه مالكش صالح بيها. حلو التمثال ده. طالما هتتجوز بنت العمده يبقى امورك الشخصيه تخصني انا وابوي واخواتي. انا مش خاين عشان هي تستأمن على نفسها وانا سلمها لكم بيدي. ما تمثلش يا جابر، هندوك كتير بس ما تطمعش. هتقتلوا حريم؟ ده البلد تقوم عليكم. مالكش صالح بالبلد، اللي هتقول عليها تاخده. انا متفق مع بابا مش هخلف. قسما بالله هقتلك قدامك سنه، لو ما خلفتش طارنا بجمعان. ولو خلف ايه اللي انت بتقوله ده؟ اما اديله اللي هو عاوزه. احنا مش عاوزين فلوس. امال عاوزين ايه؟ هنسلمك مهجة حبلة، هتسلمنا لمتحامي عندكم طايع. انا مش هسلم مرته وولدي. علي الطلاق ساعتها ما سلمكيش طايع بس، لا هديكي فواز فوقيها هديه. اشوفك يوم الخميس في الفرح عشان تقول لابويا ردك. سلام. اللي انت قلتيه ده انا ماليش صالح بيه. وانا مش هسيبهم يقتلوك. على ابن الأصول للوقت يتحمل. بس يا بنتي خلاص
خلاص يا أزهار، ما تعمليش في نفسك كده. وبعدين يا بنتي، ده قدر ربنا، عريسك زمان وجاي. عريسي البخيل ولا بتاع الحريم ولا اللي بيتجوز ثلاثة؟ مين فيهم؟ مين فيهم ياما؟ ردي. ممنوع. هو ايه ده اللي ممنوع؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ هو من رئيس حربي، مفيش حد يدخل غير الكوافيرة. انا الكوافيرة. هداخلك انت لوحدك. دي المساعدة بتاعتي، مش عارف اشتغل من غيرها. الاوامر اللي عندينا الكوافيرة بس. دي الاوامر اللي عنديك؟ طيب هنشوف. ايوه رئيس حربي، أنا واقفة أنا والمساعدة بتاعتي قدام بيت العروسة، لكن الحرس بتوعك ما راضينش يدخلوني. اسمك إيه؟ تفضلي تفضلي. خلاص يا رئيس حربي، مفيش حاجة. من حضرتك؟ أنت مين بقولك؟ أنا كوافيرة حاج. ما أنا عارفة. أهلا وسهلا يا بنتي، اتفضلي اتفضلي. وسعوا لها كده، اتفضلي. اتفضلي يا دناي. خدي بالك من نفسك. انت مش جايه معانا؟ لا، لازم الحرس يشوفوا ان التنين اللي دخلوا هما نفسهم التنين اللي طلعوا. لا يا موجه، مش هسيبك هنا الا حربي. ما تقلقيش، انا عارف اطلع. وبعدين هما واخدين اوامر من حرب عليكم انتوا بس. أزهار، ظابط سراج هيكون مستنيكوا على اول الشارع. كتر خيرك يا بنتي، اصيله وبنت اصول. بس حسابك معي على جوازكم من ورايا هنخلوه بعدين. تزعليش والنبي يا خالتي، والله انا اتعاركت معاهم عشان يقولوا لك، بس هم اللي ما رضوش تسالي أزهار. معلش، هنقولوا ايه؟ ما هم ولادي نقص الرباي. يلا يا أزهار، لازم تمشوا. يلا يا بنتي. ما تخافيش، زي ما ربنا نجدك هينجدهم إن شاء الله. يلا، ما هو اللي ملوش أب له رب. ادخل يا فواز، ادخل نادي على العروسه، خليها تختار عريسها. ادخل قول لاولادي كلهم قدامك اهو، اختار اللي تحبيه. مين دي؟ اختك فين يا طايع؟ اقلب عليها البيت. مش هتلاقيه. ملاش اثر يا ابوي. واختك فين يا طايع؟ هربتها، ولو قلبت عليها الدنيا مش هتلاقيها. طب ثلاثة بالله العظيم، اختك لو ما ظهرت دلوقتي. معلش اتأخرت شوية عند الكوافيرة، هدخل البس دلو. رجعتوا ليه؟ مش هسيبكم يا زهر. حد يرجع لي النار برجليه؟ وانا يعني لو كويسه وانتم جراكم حاجه هكون في الجنه. انا هطلع اشغلهم بر، وانتوا تهربوا من باب الوراني، مفهوم؟ اطلع يا طايع، انا هلبس الفستان، ما تخافش هكون كويسه. فستان ايه؟ مفيش جواز. هتمشوا يعني هتمشوا يما؟ مفيش فايده،
أنا حاولت معاها كتير، دي رجعتنا من نص السكة بعد ما مشينا مع الضابط صاحبك. فوضت أمري ليك يا صاحب الأمر. شوف يا ولدي، هي مش هتمشي، وانت اللي برا دول هيتكتروا عليك وحتموت على الفاضي. خليها تلبس الفستان. ياما انا اموت احسن ما الجوازه دي تتم. طايع، انا هتجوز النهارده وما هتجاك جنبي. ده انت اخوي وابوي ولي امري. لا لا يا صار، مش هسيبك تخش النار برجليك. ما تخافش، أنا هعرف أحمي نفسي، وأنا متأكد أنك هتعرف تطلعني منها بعدين. أنا كده يا طايا. اسم العروسة أزهار. أزهار إيه؟ أزهار حسن الهواري. اسم العريس. ايه يا عروسة، اخترت مين؟ مش فارقة. أنا يا ابوي. لا أنا يا ابوي. اكتب يا مولانا هلال. هلال حربي العتيبي. استنى يا شيخ، هديك 100,000 جنيه بس تسيبها. 500. 500,000 جنيه. 500 موافق. وبلاي ستيشن. خلاص يا ابوي، يعني نكتبه ضاحي. خلاص يا مولانا خليها ضاحي. ضاحي حربي العتيبي. حربي العتيبي. التهنى. مبروك يا عيال. وسلم على ترجع. لو كانت سبتكوا الحرب كان هيبقى صعب عليها. عاوز انزل اقتلهم كلهم. هيقتلوك ويقتلوها. الموت اهون. كل شيء كتير. بعد الشر عليه. هو في شر اكتر من اللي انا فيه. يا ريتني ما طلعت من السجن. انت السبب يا مهجن. أنا السبب. أنا سبب كل اللي بيحصل. مش حرام عليك يا طايع تلومني على كل حاجة؟ طول عمرنا مهما حصل بنبقى أنا وأنت ضد الدنيا مش ضد بعض. امشي يا موجي. ما عايزاش أمشي. عايز أبقى لوحدي.
الجيران. بكفاك يا طايع. يلا بيني. لا ما بوريكيش شكله المغارة حربي، يعني فندق خمس نجوم. يلا يا عروس. هتغيري خلقاتك يا عروسة؟ أنا عازرك وعارف إن اتجوزنا جوام من غير ما نتخطبوا وناخده على بعض. قصدك من غير ما نعرفه بعض؟ أنا سمعت اسمك مرتين. اسمي ضاحي. أنا عارف أنت أكيد مستغربة ومتاخدة متاخدة؟ أنا من ساعتين كان ممكن أتجوز حد تاني من إخواتك. يا ستي ممكن أتعرفه دلوقت. سأليني أي سؤال يا ست العرايس وأنا هجاوبك. طالما مكسوفة وسكتتي هجاوبك من غير ما تسألي. أنا يا ستي تاني إخواتي وعندي 28 سنة وكملت علام لحد 5 ابتدائي. وأنا بكالوريوس تربية بدرس الإعدادي، المرحلة اللي بيدخلوها بعد 5 ابتدائي. يبقى ربنا بعتك لي تساعديني أكمل علام. أنا كنت بدعي ربنا إن أنا اللي أتجوزك، الحمد لله استجاب لي. وأنا كنت بدعي ربنا إن أتجوز أتبوظ، بس واضح إنك أقرب لربنا مني. الوقت هيثبت لك إني مش عايفش قوي زي ما أنت فاكرة. ولما أنت مش عايفش وفكت تتجوزني ليه وأنت عارف إن أنا مغصوب على الجواز منك؟ عشان لو كنت رفضت كان أبويا هيجوزك لواحد تاني من إخواتي ومحدش فيهم كان هيبقى حنين عليكي كدي. مش محتاج كل اللي انت قلته ده عشان تاخد اللي انت عاوزه. الأكل عندك، لو عوزتي حاجة نادي علي. بتجهزوا الحرب ولا ايه؟ كون ان انا اجيلك اصلا بعد اللي حصل يا حربي فدي معجزه ولازم اامن نفسي. اتفضل، كان لازم تشوف بعينيك، ما ينفعش انا اوصف لك. اتفضل. احمس نفرتاري لقيته مقبره احمس نفرتاري. أفارم عليك يا حربي.
ابعت لي صورها عشان ابعتها لمستر هانز. ماشي. أثرت فيها ازاي دي يا حربي؟ اهو كرم من عند الله. المقبرة دي لازم تخرج في غمضة عين. هتصيني دي وأي حاجة تانية لازم تخرج هوا. قلت لك الداخلية ليهم عندك عين. لا 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 خلاص معاكش. هستلمها خلال أسبوع. هو ده الشغل يا حربي؟ من هنا ورايح هنلجو من ده كتير. وأنا هاخد دي معايا. المكان ده. اهلا اهلا. ازيك يا ام؟ ازيك يا تماري؟ ازيك يا بيت؟ طمنين عليك. كويس الحمد لله. ايوه كده جدع. ما تخليش الايام تغلبك، اغلبيها انت. مالك يا سهر؟ ضحي ضايقك؟ لا ما تقلقش. مش هتقول لنا عشان ما نتجنش عليه؟ والله ما عمل حاجه، ده حتى سابني براحتي بعد ما بهدلته. ضاحي ده زباله. ده يخلينا نقدر اللي عمله اكتر. هو عمل ايه؟ قولي. ما عملش. اسمعي يا زهر، انا لسه ممكن اهربك من هنا. لا يا ضايع، أنا مش همشي قفل على الموضوع ده. ده عشان فواز وعشان دخلت نفسك السجن. ده دوري أدخل السجن عشانكم. لا لا يا زهر، أنا هتصرف. بالراحة، خد بالك ده مش عفش. انتوا بتعملوا ايه؟ ده مرسومة بمية الدهب. دهب ايه؟ دي مقبرة في أهمية مقبرة توت عنخ آمون، وانتوا بتسرقوا شوية دهب. لا ما تقلقيش، ما أصل التابوت ده تقيل مش هنقدر نشيلوه. طب سيبوها وانا هديكوا تمن شوية الذهب دول. يا ستي ولو سبناها يعني هيجي بعدين اللي هينهبوها ويمسحوها. احنا لازم ناخده اللي نقدر عليه. ما تخلص يا هاد. ايه؟ طمنت على اختك؟ الحمد لله. هي معانا في امان، ما تخافش. الضابط طلب يقابلني. انت قلت له على المقبره دي؟ انت مش قلت لي ما اقولوش عليها حاجه؟ ما انا غيرت رايي. اهلا اهلا، ازيك يا عريس؟ الحمد لله يا ريس حرب خير. ضيع هيفرجك على المقبره. اللي بينكم مش هنا، اكبروا للناس. عايزك تشوف الحاجه اللي في المقبره دي وتقلدها في خلال اسبوع. حسب حجم الشغل قد ايه؟ هو الشغل كتير كتير قوي. قدامك اسبوعين بس تخلص باي طريقه. انزل شوف الحاجه. روح يا طايع فرج على المقبره. يا ابوي لقيتوه كيف دي؟ طايع عايزك تقول للظابط على المقبره دي وحنسلمها لهم، بس متقلده. وهتخيل عليهم؟ عندهم خبرة في الآثار هيكشفوها. جابر يقلدها أحسن من الأصلي. الحكاية مش حكاية تقليد يا ريس حربي. الحكاية إن الحاجة هتبان جديدة. وأنت إيش فهمك؟ إحنا ما بنلعبوش. الحاجة بتتسخر وبتتدفن وبتتسجع بخلطة بتخليها أقدم من الأصلي. طب هات يا فالح حتة من اللي معاك، من اللي أنت مقلدها. يا باشمهندس
ايه رايك في الحته دي؟ جابر بيقول ان هو اللي عاملها. كذاب طبعا، دي اصليه. انا الوحيد لما حد بيقول عليا كذاب ببسط، عشان معناه اني شاطر قوي. يعني انت اللي عامل دي؟ وزي ما عمل دي هيجلد المقبره كلها. امال وارث الصنعه عن ابوه زيك. ما ابوك وابوه كانوا بيشتغلوا مع بعض، واحد دلال يلقلنا المقابر والتاني يجلدها بالظبط، ويبيعوا المقبره مره واثنين وثلاثه على انها نفس المقبره، لغايه لما ابوه سرق ابوي. ابوك انت اللي حرامي وهربان. ضايع. قول الاكبر للناس، سيب جابر وراه شغل، لسه هرفع المقاسات وصورها. روح وانت شوف شغلك. طايع، هو انت لقيت المقبره دي ازاي؟ المقبره دي ما ينفعش تقولي عليها للظابط. ليه؟ انا هبقى اقول له عليها بعدين، مش دلوقتي. لحد ما ينهبوا المقبره كلها، صح؟ دول بيكحتوا النوش اللي موجوده على التوابيت بايديهم. لو قلت للظابط على المقبره دي انا هتاذي، وهتاذي اذى جامد كمان. اشمعنى انت اللي هيشكوا فيك؟ لو شاكين فيك كانوا قتلوك من زمان. الا لو كنت دلال. مفيش حاجة اسمها دلال. أمال لقيت المقبرة دي كيف؟ معرفش، بس أنت مش ساحر. تلاقيك عارفها من زمان، من أيام أبوك، زي المقابر اللي فاتت. تضحك على الجهلة دول ماشي، إنما هتضحك عليا أنا يا طايع؟ طب والله العظيم لو فتحتي بوجك بكلمة واحدة أقول لهم إنك تشتغلي مع الحكومة. طب ما أنا كمان هقول لهم إنك بتشتغل مع الحكومة. هم عرفوا خلاص. أمينة، الظابط عارف عن المقبرة دي هيشك ان انا لسه بشتغل معاه، وساعتها مش هيقتلوني انا بس، هيقتل امي واختي واخوي. لقيت المقبرة ازاي؟ انا قلت لك لقيتها كيف. خلاص، ما دام لسه بتضحك عليا يبقى هقول للظابط على كل حاجة. ماشي. راي السلطان عاوز ايه يا ضايع؟ الأستاذة مالها؟ اتكشفت. كشفت؟ كشفت كيف يعني؟ الأستاذة ما عرفتش الفرق بين الجعران الأصلي والجعران المضروب. ما هو شغل جبرك ده، تعرفش تفرق ولا تطلعه من الأصلي. ياما جنب في بعثات وكانوا برضو بيتلخبطوا فيه. أوجه الحق على جابر، حقك علي، ظلمتك. انبسطت انك شفتي اهلك؟ قوي. ارتحتي كويس امبارح؟ ما ارتاحش غير في بيتنا. ده بيجي بيتك يا زهر. يعني انت متجوزني تحت التهديد، وجايبني هنا غصب عني، وعاوزني احس انه بيتي؟ لا، انت هنا مش غصب عنك. لو عاوزه تروحي روحي. صح. طب روحني، ولا انت فاكرني هستنى هنا معاك؟ لكن ما ينفعش، عشان ابوك مش عايز نمشي من هنا، وانت ما تقدرش تقول لابوك لا. تاكلي وعجلي يا زهر، ما تخربيش بيتك. بيتي؟ قول ما تخربيش مغارتك، خربتك. طب بقول لك يا زهر، انا عاوز حق الشرعيه. بعد عني ما تقدرش. تعالي هنا. بكرة تجيني.
فين؟ ما نعرفش، والله ما نعرفه. ضايع فين يا فواز؟ انطق بدل ما تشوف اختك خرجانه في دمها. طلع الحريم بره الموضوع ده، ده مش عارف الصعيد. ما تنطق ياض وبطل كتر حديد. بعد يدك عن بيتي. بس ما تعرفش حاجه سفر. كده يا ضاحي بتبقى الغربه عن القرب. يا ابويا ازهر وما حريم وما عرفوش حاجه، ورحمه امي ما عرفوا حاجه. شكلك انت اللي تعرف. يا ابويا بقول لك هو اللي هربوا. كده يا ضاحي بتبيع طاروختك اللي من دمك. يا ابويا طاروختي مش معاهم. ما تسيبها بقول لك تبعد يا ضاحي. نزل السلاح، هتقتلوا بعض قدامي ولا ايه؟ نزل سلاحك. ضاحي، فواز وامي ما عملوش حاجه، ما تسيبهمش. يا ناس اقتلوا نانا، اقتلوا نانا وسيبوا عيالي. بس يا اما لو هيقتلوا يقتلوا الراجل. كده ماشي كلامك. فواز، رئيس حربي، أهلي ما لهمش صالح بالحكاية دي. أنت فين يا طايع؟ أنا جاي لك في الطريق. وموجة فين؟ أنا بقول لك أنا جاي لك في الطريق، جاي لك بنفسي. طايع، هات لي موجة وتبقى مشاكلكم أنت وأهلك اتحلت باقي حياتكم. أنا هفديها، أنا هفديها وأجي لك وهفدي أهلي. أنت ما تلزمنيش. يلزمني موجة واللي في بطنها. رئيس حربي، أنا جاي لك في الطريق وهنتكلم. اصبر بس. سلاحي في صدر اخوك الصغير. ها اخوك اللي دخلت نفسك السجن عشان تحميه، عايز كل ده يروح في الهوا؟ كل مهجة فين؟ انا مش حازيها، حازل ابوها بيها بس. يا رئيس حرب، انت لو مكاني مش هتسلم مرتك بيدك. انا لو مكانك افكر في امي واخواتي. عاوز اقول له حاجه. اه يا فواز، ما تقلقش، انا مسافه السكه وهكون عندك. ما تقلقش، مش هيعمل لك حاجه. عمري ما هسامحك لو سلمت موج. احنا رجاله، ما تسلموش حريم. بعدين يا بنت الناس، أنا صابر على حزنك بقالي شهور وانت نارك مش بتبرد. أنت
تبرد كيف وانا كل ما ببص لك بشوف وش اللي قتل اخوي. اختاني ليه بذنب ابوي؟ حميتك ولا جدتك ولا لا؟ حضرينا يا عمتي. حضرك يا ولدي، حضرك. اسمعي كلام جوزك يا زهار. جوزي اللي متجوزني غصب؟ زهار، أنا وقفت لأبوي وإخواتي عشانك وأعملها تاني 100 مرة عشان رايدك وأحبك. لو أنت مش رايداني قوليها، وزي ما وعدتك قبل بدي هتبقي حر. أنا مقدرة اللي أنت عملته عشاني يا ضاحي، بس عاوزك تقدر أنا حاسة بيه. ده أخويا الصغير، أنا اللي كنت مربيه. والله مقدر ومتحمل، بس أنت برضو لازم تعرف إن موت فواز ما كانش سهل علي. من يوميها وإخواتي بيعاملوني كأني خاين، وأنت بتعامليني كأني غريب. من ما بقيت لحالي. كفاية يا ولاد، كفاية. ما تعملوش في بعض كده، مش كفاية اللي حصل. خلاص الكلام ما عدلوش عازم. يا حبيبي يا فواز، يا حبيبي يا ولدي، أزهار اسمع يا بنتي، ضاحي ملوش ذنب، ملوش دعوة. انت عمرك ما سمحت يا أمي؟ هتسامحي اللي قتل ولدك؟ اللي قتل ولدي حربي يا بنتي، حربي، مش ضاحي. ما تخليش الدم يعمى عينيك وقلبك زي ما عمى عليا وقلبي العمر كله. سامحني يا فواز، سامحني يا عريس، يا حبيبي يا ولدي، يا عريس، يا فواز. وعيوننا في مصر من شرقها لغربها ما عارفينش يلاقوا مهجة. مهجة لو اتمست بسوق بجابيكم ما تكفنيش. مهجة فين؟ بقى كل الرجالة دي والشنبات دي، وطالب منكم طلب واحد، ما عارفين ايش تعملوه. بنتي وحفيدي في خطر، وانا عاجز عشان معايا عجزة. تجيني سليمة هي واللي في بطنها. لو بنتي ما رجعتليش صاغ سليم غير مصلحكم واحلقوا شنابكم ولبسوا طرح زي الحريم. واللي هيجيبها لي مش هيحتاج حاجه باقي عمره. طفوا ناري. يا ابني امك بقى، انا جايبك مستشفى الشرطه وانا بنفس اللي واقف لك نقطه حراسه على الباب، وقلقان. تعرف اللي انا فيه يا باشا. طيب يا سيدي اطمن على مراتك وابنك واهبط بقى. تعالي تعالي شوف البيبي. ده قلب البيبي بيدق منتظم ما شاء الله. مبروك بنت. بنت طول عمرك نفسك في بنت. بقول لك يا فندم، ما تجيب الروشتة دي واروح اجيب لحضرتك الدواء واجي على طول. طب ماشي، معلش هنتعبك معانا. يا ولد ما نحرمش منك. حاول.
اقول لك انا ان شاء الله هقابل حد لي سكه وحلك موضوع ماما ده خالص. هتطلعها بره البلد؟ ان شاء الله. شوف هي تاخد وصفه من القاهره لحد ما تروح، وانا تروح لحد ليبيا، وفي ليبيا هناك هتركب مركب لحد روما. بس للاسف ما عرفتش أأمن غير على مكان واحد بس. كتر خيرك يا سوشبي. بس أهم حاجة موجة ما تعرفش إني مش هسافر معاها. ما تقلقش مش هتعرف. هو أنا ممكن أستلف تليفونك أحط الشريحة بتاعتي أكلم أمي أطمنها؟ طب يا بنتي بتاخدي تليفوني تتكلمي منه على طول. لا معلش. لو اتكلمت من تليفونك هيجيبوا عنوانك. طيب كده. موجة انت فين يا بنتي؟ دوختيني عليك. والله بطمن عليكم يا ابوي، لكن انا بعيد عشان ابقى في امان. مش انت عاوزنا ابقى في امان؟ مفيش امان، الامان في حضن ابوكي وحمايته. لو سمحتي عايزين اسم الاستاذه بس عشان نكتب الروشته. موجة اللي بتدوروا عليها اسمها موجة عندي، لقيتها لكم. والمليون جنيه جاهزين، بالفجرية نكون عندك. سلام. ما عايز أي غلط يحصل المرة دي، لحسن المرة دي أخلص عليكم بيدي. فاهمين ولا ما فاهمينش؟ البيت مقلوب وابوك هدم المميت. في ايه؟ ايه اللي صار؟ جميعهم كلهم من لندن، يعني اكيد في حاجه عن موجه وتضيعكم. كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه؟ جمعين عند النبي. الصلاه والسلام. طالعين عمليه تبع عصمت شاكر. عمليه ايه؟ هنهرب ابو الهول. مالك الصالح انت من الحكايه دي؟ تعرف انت السكن بتاع المنجبين؟ عايزك تروح هناك تشوف المجاري طفحت ولا هنهزر ولا ايه؟ كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه؟ الحجم يا حسن. خير؟ انا امينه، انا جايه. عارفك بتشتغلي عند حسن. انا ما بشتغلش عند حربي، انا جايه لك بخصوص موجه وطايع. يعني ايه؟ لقيوها ولا ما لقيوهاش؟ انا سمعت سلطان وهو بيتكلم في التليفون بيقول ان هو هيدي مليون جنيه لواحد لو لقى موجه. الحق البنت هيقتلوها، هيقتلوا البنت. الحق يا حسن. ارمي حياضك. ده اللي شيخ الغفر جهز الرجاله بالسلاح، جهز العربيات جواد. يا بنتي عارفه لو كنت بتلعبي بي؟ يا بنتي يا بنتي تذاكر دي لغاية السلوم بس. ليه؟ هو باقي الطريق ما بيطلعلوش تذاكر. متأكد انك اشتريتي كل حاجة محتاجاها؟ مفيش حاجة ناقصاكي؟ الطريق طويل غير الأربع أيام بتوع البحر. مش محتاجة حاجة. بعدين أنت معاي، ربنا يخليك لي. لو احتجت حاجة أنت تجيبها لي. حرمة روما قوي. معلش. مبنيها قديمة وبيقولوا شوارعها واسعة زي شوارع اسكندرية. ما رحتهاش قبل كده؟ وأنا يعني روحتها، بشوفها بس في النت والتلفزيون. لما تجنن لنسيا دي اللي كلها مية. تخيل طايع يجوا هناك تبقى حركتنا كلها في المركب، ونجيبوا للبيبي طقم من بتوع البحار على مقاسها دي. شكلها حلو قوي. ان شاء الله يا ماجد. مش
عجبك روما؟ عجباني، وأكيد أحسن من الهم اللي إحنا فيه. أنت متضايق بس عشان هنبقى لوحدي. معلش، إن شاء الله لما نوصلوا هناخدوا بيت كبير وأهلي وأهلك يجوا يزورونا ويسعنا كلنا. بيت كبير؟ ليه؟ حد قال لك أول ما أوصل هبقى من أعيان روما؟ ولا تكونيش فاكراهم هيشغلوني دكتور؟ دكتور؟ لا، هتشتغل في محل بيتزا طبق معروف. أنا بقول لك إيه؟ أنا ضروري قصة المركب دي، أنا داخلة وأنا ماشية على الأرض. الفيزا هتحتاج من 3 لـ4 أسابيع، ده لو اداها لنا أساس. وبعدين أي ورق رسمي أو تذاكر طيران، الحرب هيشم خبر وهتبقى مصيبة. هنبقى ما عملناش حاجة. موجة. مين دول؟ بدي أموجة. راحوا فين؟ في عربيات خدوهم. عايز اعرف انتوا رايحين فين. طايع مظبط كل حاجه، ما تقلقش. طايع؟ حد ودانا في داهيه ولا طايع؟ اللي بتتكلم عليه ده اخوه لسه ميت عشان ما يسلمنيش الحربي. يعني مش من حقي اعرف انتوا رايحين فين؟ هنروح ابعد مكان عن يد حربي، هنسافروا ايطاليا. ايطاليا؟ ايطاليا كيف؟ يا ابوي ما تعرفش كيف. ما عرفش. بس توعديني هتبقوا كويسين. هنبقوا كويسين ما تقلقش. بعدين انا مش لوحدي. انا مع جوزي. جوزك؟ كأنك مالكيش اب. ليه بتقول كده؟ ده انا ما بحبش حد في الدنيا قد ما بحبك. بس انا كبرت. ما بقتش صغيرة. سيبني مرة في حياتي أتصرف لوحدي. أتصرف؟ بس لو جرالك حاجة مش هسامحك. لا أنت ولا طايق. خليكم ماشيين بدماغاتكم. يمكن تكون أحسن من دماغي. ما تزعليش يا موج. سلام.
تعبانه بس. ولا تعبانه ولا حاجه، انت زي الفل اهو. الحمل ده طلع صعب قوي يا طارق. لازم يبقى صعب عشان الضنا غالي. احنا خلاص جربنا. هي اللي هناك دي؟ انا معايا فلوس، خدوني معاكم. ده اسمك مش في الكشف. خدوني معاكم. بقول لك ارجعي. قلت لك ارجعي. اللي اسمه في الكشف بس هو اللي هيركب. موجه. موجه. ماشي، اطلع السياره. يلا يا طايع. طايع موش في الكشف. اطلع لحالك. يعني مش في الكشف؟ احنا مسافرين مع بعضنا. قلت لك لا مش هينفع، اسمه مش في الكشف. طايع. طايع بيقول ايه؟ ايه طايع؟ انت هتسافري لوحدك. الظابط ملكيش غير مكان واحد بس. هتركب العربية دي توصلك على الحدود، ومن هناك هتاخدي مركب هتوديك على إيطاليا. جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لو كنت قلت لك ما كنتش هتيجي. لا ما كنتش هاجي معاك عشان بتكذب، ودي مش أول مرة تكتب فيها علي. وانت شايفني قدامك عيلة صغيرة، كل مرة تقولي هاجي معاكي ما تجيش. طب مش ماشي يا طائر على جثتي. ما ماشي. هتمشي يا مهجة، حربي هيوصل لنا. انه انتوا مع بعضنا. مش من حقك تقولي الكلام ده، عشان اللي في بطنك مش عشانك. مش من حقنا نضحي بيه. البلد دي ما بقتش أمانك. ولا انت أمانك في البلد دي يا طائر. هو انت فاكر انك انت بس اللي قلقان وخايف؟ هسيبك كيف وانا عارفه ان حربي بيطاردك بسبب. هتمشي يا موجه. ما اقول لك ايه يا عم، انت عايز فلوس؟ اي فلوس، خد الفلوس دي كلها. مش هينفع. واول ما نوصلوا ايطاليا هديك جدهم كمان. قلت لك مش هينفع. انا هبل وده جوزي، انا مش عارف اكمل الطريق ده لوحدي. لو عديته الناس دي كلها هتقول لي عدوني، والمركب اللي احنا طالعينها بالعدد. تحبوا نزود العدد وتغرقوا في البحر؟ مش ماشية، مش ماشية، مش ماشية. لا يا طايق. يا مهجة. لا. هتسافري لوحدك يا مهجة. لا. هتسافري لوحدك. وأنا هحصلك. متى؟ أطمن على أمي. وأنا أجي لها مكان هي وأختي في المركب وأحصلك. أسبوعين ثلاثة بالكثير. وأنا هعمل إيه لوحدي؟ هعدي الصحراء دي كلها كيف؟ افرض احتجت حاجة في المركب ولا في إيطاليا. ما تعملش بدي يا طايق، ما تسمنيش يا موجة. طول عمرك قوي، ودي آخر مرة هطلب فيها منك تبقي قوي. أنا مش قوية، أنا بكذب، أنا بكذب. أنا بعمل كده عشان بس أطمنك، عشان خاطري ما تسمنيش، ما تسمنيش. يلا السيارة ماشية. مش همشي. هي موجة. مش عايز أمشي. يلا يا موجة. مش موجة بقولك يا طايق، سيبني عشان خاطري ما تعملش كده. بس انزل. انزل يا طايع. يا طايع يا طايع. الله
الحمد لله وصلنا ليبيا. الحمد لله. الحمد لله وصلنا ليبيا. الحمد لله وصلنا ليبيا بالسلامة. وصلنا؟ السلامة. لا وصلنا. اثبتوا مكانكم. ما حدا راح ينزل. احنا مش في ليبيا. احنا لسه في مطروح. احنا بس حننزل بضاعة مدفوعة الثمن. وين موجة؟ موجة! موجة! تعالي. ألف مبروك على اللي في بطنك يا مور. بيهربوها بعوال حربي. وحشتك يا فواز. وحشتك يا ولدي. سامحني يا قلب امي. سامحني يا ولدي. سامحني يا رب. القدر والمكتوب يما. لا لا يا ولدي، بعد عن هنا. انسانه يا طايع. بعد يما. لا مش ده اللي انت كنت عاوزاه؟ لا اديني طوعتك وشلت سلاح. ده كان زمان، دلوقتي هات السلاح دي. لا. انت واخده وراح فين؟ ابعد يما. لا يا طايع، هروح اقتل حرب. لا لا ما اقدرش، ما اقدرش على فراقك يا ولدي. حربي خطف مهجة يما. بعدي بكفايه انا دمي يا ولدي. تعمل ايه يا طايع؟ شلت السلاح دي يا طايع. رايح لكم عشان اخلص على ابوك اللي ما رضيش يسيبنا في حاله. هيقتلوك يا عجل. عجل كيف؟ ابوك حاطط السلاح على راس مرتي يا ولدي. ابوي ما مسهاش بالشر لحد دلوقتي. ابوك مستني اللحظه دي من سنين. لعيبك في يده وما خلصش طاره ليه؟ انا كنت مش فاهم ابوي كيف هيقتل حرمه ولو عشان طار ما ركباش عليه. دلوقتي بس فهمت انه كان بيهوش ابوه، والحركه دي بوظت حياه العمده. ابوك بعد كل ده هيسيبها؟ طبعا لا، لكن هيسيبها لو العمده اتزل واتكسر قدامه. ودي الحاجه اللي تطفي نار ابوه الصح. انتوا كده عقدتوا الدنيا بموضوع مهجة يا سلطان. علي الطلاق مانع عصمت بيه. ده ابوي وانت عارف. ما انا عارف. ما دام عارف ليه روح الجسم يقول لي نزل عليك احكام؟ انا كنت سايبكم عشان تشتغلوا وتساعدوا ابوكم. لكن لما حربي ما سمعش كلامي خلاص. انا رفعت ايدي. ابقوا روحوا شوفوا بقى البلاوي اللي نازله عليكم. يلا اطلع. يلا يا موجه. ما عايزاش واكل. يا موجه لازم تاكلي. ما عايزاش. لو ما اكلتيش حربي مش هيدخلني ليكي تاني. هو عاوز ياكلني ليه؟ بيسمني يعني قبل ما يذبحني؟ بعد الشر عليكي.
أزهر أنا عايز طايع. هو فين طايع؟ أنا شفته النهاردة وطمنته عليك. عاوزة نرجع أقوله إيه؟ إنك رفضة الوكل. وبدل ما حربي يقتلك هتموتي روحك. ما أنا عاملة زي اللي واخد إعدام. كل لحظة خايفة. ده بيوجع أكتر من الموت نفسه. أنا بقيت نفسي أموت عشان أرتاح. أنا تعبت. يا ساتر. ما تقرب لهاش. على جثتي لو مسيت شعرة منها. ناشف يا عرجك. عارفة الحاجة اللي قدامك دي حاجة مين؟ بتاع سماح بنتي الله يرحمها كانت تعزك قوي. كان نفسها تطلع مدرسة زيك. كل ما تعملي حاجة عايزة تعملها، كل ما تجيبي حاجة عايزة تجيب زيها. تيجي تمسك في خناجي أنا ما أقدرش أرفض لها طلب. كانت نقطة ضعف. قولي يا بت أنت شايلة عيا، حرام تضعفيه وانت شارقة في السادس. واد ولا بنت؟ بنت. كل يا بنت وكليها يا أزهار. ضيعت بيتي يا واطي؟ ضيعت بيتي يا واطي؟ بس يا عمي ضيعت البيت بس؟ ضيع ترجاني عشان اجي وانقذ بيتك. يا ريت يا عصمت بيه عايش خدامك طول عمري. اسمع يا عمده، لو الحرب قامت بينك وبين حربي تنسى الشغل خالص. قول لرجالتك يروحوا. يروحوا كيف؟ اقف اتفرج على البيت وحربي بيقتلها؟ مش هيقتلها يا عمده. لو كان عاوز يقتلها كان قتلها من زمان. هو قصدك انت عاوز يذلك. يذلني كيف؟ معرفش. اسمع يا عمده، انا هروح له واتفاهم معاه واشوف طلباته ايه. اجي معاك واللي هو عاوزه اقدم له فلوس اشيل له كفني بس اطمن على البيت. احنا نيجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش يا عمده. الاول انا هطمن عليها لوحدي وبعدين ابقى اطمنكم، بس ما ينفعش تيجي معايا دلوقتي. اديك شايف يا عصمت بيه، انا بعملها زي بيتي، بس هي ما رضياش تاكل وجدت لها الدكتور ومستشفى لحد هنا. هي مالها يا دكتور؟ انا ركبت لها محاليل وديتها مهدئ، لو فضلت رافضه الاكل بالشكل ده حتى لو وديناها المستشفى مش هنعرف نعمل لها حاجه. في خطر على حياتها وعلى حياه الجنين اللي في بطنها. ما تقلقش يا دكتور، توكل انت على الله. الف سلامه. انا هتصرف. هتتصرف ازاي يا حربي؟ البنت لو جرى لها حاجة العمدة مش هيعمل حساب لأي حد. ما تلومش عليا يا عصمت بيه، الحل في يد اللي حرك قلبي على بيتي. العمدة مستعد يركع تحت رجليك ويبوس جسمتك بس تسيب بيته. هو قال لك يركع؟ ومستعد كمان يتنازل لك عن حصته في الآثار كلها. شيك على بياض، اكتب فيه الرقم اللي انت عاوزه دي. مستعد يشيل كفنه على دراعه قدام البلد كلها. أنا كل ده ما يرضنيش. هو قال لك يركع؟ أنت عايز تركعه ليه يا حربي؟ إيه اللي يرضيك؟ أنا اللي يرضيني يتنازل عن العمودية لولد السلطان. ما ينفعش، عيلته تقتله. ما أنت قلت بلسانك يركع. ما ينفعش يا حربي،
سلطان عليه احكام زيك بالظبط، ما ينفعش للعموديه. انا عارف، وعارف انك تقدر توجع الاحكام دي لو حبيت، وانك سايب الاحكام دي عشان تكبطوك حوالين رجبينه، بس لو معايز الحرب تقوم وجه الاحكام اللي على سلطان وخليه يتنازل عن العموديه. انا حبلغه حربي ماشي، المهم مهجة واللي في بطنها لو جرى لهم حاجة العمدة مش هيسيبك، والوقت مش في صالحنا يا حربي. أجيب لها الدكتور. ما أنت جبت الدكتور وما نفعش. أجيب لها الدكتور اللي ينفع. عبدالقادر نزل سلاحك يا عمدة. ايه اللي جاب على الحربي؟ جايين ياخدوا طايع. ياخدوا طايع ليه؟ عشان دكتور. ما هوش جرى له حاجة. اصمت بيه. في ايه؟ ما فيش حاجة يا عم. البناية عايزة تشوف جوزها وتطمن عليه. هيروح معاهم مسافة السكة ويرجع، روح معاهم يا طايع. ونضمن منين إن حربي مش هيخلص عليها؟ أنا اللي أضمن لك يا عمدة. روح يا طايع. عايزك تتنازل عن العمودية لسلطان. اتنازل عن ايه؟ عمودية ايه اللي اتنازل عنها دي؟ حرب ده مجنون. مجنون! هو عارف يحط العقدة في المنشار. هو عارف قبل مني ان حكاية العمودية دي انا ماليش يد فيها. مش فاهم يا عمدة. انا ما اخترتش اكون عمدة للبلد دي يا عصمت بيه. لا انا ولا اخواتي ولا اعمامي ولا ابوي ولا جدي ولا حتى اللي قبل قبلهم. حكاية زي الورث. العمودية ما طلعتش من العيلة دي، ولو حد فكر انه يتنازل عنها لعيلة تانية يبقى خلاص عليه العوض فيه وفي عياله وفي ناسه. يعني مش هتتنازل عن العمودية لسلطان؟ يا عصمت بيه لو انا اتنازلت يبقى بمد في عمري بيتي يوم ولا يومين لحد ما اخواتي ياخدوا علم ويجوا يخلصوا علينا كلنا. يا عمدة خد بيتك ومراتك واطلعوا بره البلد، محدش يعرف لكم طريق جره. والشغل اللي بيني وبينك يا عصمت بيه، ساعتها حربي هيكوش على كل حاجة، محدش هيقدر يوقفه. الشغل ولا حياة بيتك يا عمدة؟ أنا عن نفسي الشغل، لكن أنت نقطة ضعفك هي بيتك يا عمدة. فاضل إيه تاني في الوطيان ما عملتهوش؟ ملاوعتك هي اللي قتلت أخوك. ما تجيبش سيرة أخويا على لسانك. خستك هي اللي قتلت. هتتدارى وسط الجبل، هتتدارى وسط عيالك، هتتحاسب يا حربي. ايه؟ هتسجني ولا هتضربني خزرانتين؟ خليه يشوف مرته، خليه يشوفها، يمكن يكون اخر مره يشوفوا بعض. مش هتموتي، ما تقوليش كده. لازم تاكلي وتشربي عشانك وعشان اللي في بطنك. ما موتش ليه؟ طيب انا بحبك قوي، بس انا ليه عيشتي وانا عايشه كل اللي بحبهم يا بيتزل يا بيموت يا بيعيشوا هما ميتين. صدقني موتي أحسن، موتي هو الحل. لا مش الحل. كفاية اللي راح يا موجة، كفاية اللي راح. أنا كمان بحبك، مش هسيب حربي يأذيكي. جبت أبوكي معايا برا عشان نحل مع حربي، واخدك ونمشوا. أبوي معاك، بيكرهني. بيحبك زيي. زعلان مني؟ لا مش زعلان. ما تقوليش أيام الكذاب. أنا كدبت عليكي قبل كده؟ ما تكذبش. أنا عمري كدبت عليكي قبل كده؟ ما تدينيش أيام الكذاب خلاص. لا ليه أكدب عليكي دلوقتي؟
كلها يومين ثلاثة وهنخرج من هنا وهنروح البيت، أنا وإنتي وبنتي، قولي عشان تحافظي عليها. أكل لازم أمشي تاني. لا 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 مواجهة، لازم أمشي يا مواجهة، قلت لك أبوكي برا، لازم نروح نحل. هرجع على طول، هرجع لك يا مواجهة، مش هسيبك، هرجع لك. طمني، مش هسيبك، طمني، هرجع لك يا مواجهة، عشان خاطري تاكلي، عشان خاطري تاكلي وتشربي، ها؟ توعديني؟ ها؟ حاضر. شطح، بحبك يا مواجهة، خلي بالك من نفسك. أنا عاوزة بنتي يا حسن. يعني أنا اللي مش عايزها؟ العمودية لو راحت لحربي عيلتنا كلها هتتكسر ورجلنا هتنقطع من البلد دي تماما، كل ده هيروح. يروح يغور، أنا مش عايزة حاجة، أنا عايزة بنتي. موجة عاملة إيه؟ موجة تبلانة، ولو الموضوع طول عن كده هتموت من غير ما حرب يقرب لها. أنا عايزة بنتي، أنا عايزة بنتي، ارمي لهم العمودية. العمودية لو راحت روح أنت يا شيخ الغفر. لو العمودية راحت لحربي أنا ومهجة وأمها ميتين ميتين. الفرق الوحيد إن بدل ما نموت على يد حربي إخواتي هيموتونا. اخواتك ما يقدروش يقتلوك، انت الكبير. الحكايه ما فيهاش كبير وصغير. اتنازل عنها وبعد كده يحلها الف حلال. غصب عني يا ناس، غصب عني، في عيله كبيره انا شايل اسمها، لو اتنازلت مش هتقوم ليهم قومه. انت ايه؟ كل همك شكلك والفلوس وبس، وما همكش بنتك. حرام عليك. قلت لا اسمك حاجات دي بكفني، مش كفايه؟ لا، حربي مش عايز يكسرني بس، ده عايز يدكني دك. طيب انا هروح لموجة دلوقتي وهقول لها ان ابوك يبدلك بالعمودية، هبقى اقول لك ردها كان ايه. طايع استنى. وقول لرجالتك تنجف. عايزين نقابلوا الرئيس حربي. ما عندناش عزا هنا. مش عايزين مقرئين. احنا مش جايين عشان كده. ولا جايين عشان مصلحة لينا. يا رجالة خير، متجمعين في الخير إن شاء الله. خير إن شاء الله يا رئيس حربي. البلد فايرة، وحكاية قتل حرمة ده هيولع البلد نار. احنا ما بنتهددش يا مشايخ. أهل البلد فوضونا يا رئيس حربي عشان نقول لك على اللي خايفين يقولوه واللي حاسين بيه واللي خايفين إنه يحصل. لو قتلت بنت العمدة ساعتها ما عادش حد هيعمل لك حساب. وكنت فين لما قتلت بنتي؟ الناس يا ريس حربي ممكن تتسامح وتتساهل في حاجات كتير قوي، غير حكاية انك تاخد طارق من حرمة. كتر خيركم، احنا أصلاً جايين في صلح، والكل ده عشان ايه؟ ولاد حربي ما يقتلوش حريم، مش كده يا ابوي؟ انا هعمل اللي شايفه صح، ومش خوف منكم
ولا من أهل البلد. ويلا يا مشايخ روح ادنوا العصر، خلوا الناس تصلي. يلا يلا. موج ايه دي؟ تنقاب قالوا لي لبسهولك. ليه؟ ما عارفاش ازهار. وانا صح امشي يعني؟ حربي هيسيبني امشي واروح لابوي ولطايح؟ خدي طايح وامشي من هنا يا موج. الأرض دايما بتطرحش إلا شوك. أشوف وشك بخير يا موج. سجلت التنازل عن العمودية في الشهر العقاري. تمام، هنديها له لما نطمن على مهج. مش هقدر أوري وشي تاني لإخواتي يا طايع. لما تشوف وش مهج وحفيدك ما تنسى الدنيا كلها. خايف، خايف من الحرب وعلى عيبه. ما تقلقش يا عمد، هو هيعوز إيه تاني أكتر من كده؟ كان قاصد يكسرك وحصل. وبعدين الناس كلها هتشوفك كبير، انت بعت الدنيا كلها عشان خاطر بنتك. انا عاوز بنتي. رجعها لي يا طايع. انا عارف اني كنت قاسي عليك، بس عشان كنت خايف عليها. بكره لما تخلفوا هتعرف. لو النهارده عدى على خير انتوا التنين هتبقوا ولادي. ما تقلقش يا عمده، هيعدي على خير. حرب شايع لإخواتي ولعيلتي عشان يجوا وتكون نهايتي على يدهم. مش مهم، مش مهم كلام الناس حتى لو كانوا أهل. المهم موجة تكون بخير يا رب. أنا جماعتكم كلكم النهاردة عشان تكونوا شاهدين على اللي هيحصل. الصلح خير يا رئيس حربي ولا يا عمدة؟ العمدة معاه حاجة هيصالحني بيها. قول لهم يا عمدة. في ايه يا عمدة؟ موجة فين يا حربي؟ دخلوها. موجة وسط الحريم دول، لو العمدة عمل اللي اتفقنا عليه هتظهر. بس احنا ما اتفقناش على حكاية اخواتي دي. ايه؟ لازم يبقى فيه شهود يا عمدة، مش يمكن ترجع في كلامك. اشوف مهجة الاول. مهجة، مهجة. انا هنا يا طايع. انت عاوزه هو يا حربي؟ ايه ده يا عمدة؟ دي ورقه سجلتها في الشهر العقاري، تنازل مني عن العموديه سلطان والد حربي. لا
العمودية مش بتاعتك عشان تتنازل عنيها. العمودية بتسرف في العيلة كلها. أنا اتنازلت والحكاية انتهت واللي كان كان. الكلام ده حسابه كبير يا عمدة. أنت كده اخترت بقى لوحديك يا حسن. الغفر يهجم على العمدة الجديد. ايه عداك العيب يا عمدة؟ انت كد كلامك. جيبوها. موجه. حقك عليا يا بنتي. حقك عليا. سامحيني يا بنتي على كل اللي عملته فيك زمان. واللي هعمله فيك دلوقتي. موجه! اللي على وشك ده ده اللي انت عايشتني فيه سنين. عيشوا مهجة. مهجة قومي. مهجة. مهجة بصي علي. ما يغماش عليك. مفيش. انت كويس. انت كويس. مفيش حاجة. مفيش حاجة. قومي. قومي يا مهجة. بصي. بصي. فوق يا موجة عينك ما تغيبش. سيف افتح عينك. فوق يا موجة. موجة. موجة مش هتموتي. موجة. Thank you.
حرام، والله اللي بيحصل ده حرام وظلم. يا رجالة البلد، يا شبابها، يا أهل البلد، اللي بيحصل ده حرام. قتل الولاية حرام، قتل الولاية حرام، قتل حربي للولاية حرام. يلا طايح. يلا طايح ما صحش كده، واحد الله. يلا الله. ارتحت يا ابوي؟ اختك هي اللي ارتاحت. ايوه بس موجه كانت صاحبتها. سيبوني مع بنتي لوحدي. ابوكوا مش هيسكت لما يخلينا كلنا نحصله سماح. نحصلها كيف؟ محدش يستجري هو ابن حياتنا. ابوك يمكن يكون خلصنا من اكبر عدو لينا، العمد، بس كسبنا عداوه البلد كلها. صح، والناس كلها حذروه. مفيش طارق بيتاخد من حرمه. أنا كنت فاكره طول السنين اللي فاتت بيخوف العمدة وبيته بس، بيكدرهم يعني. وما فيش بيت في الصعيد هيعمل لنا حساب. لا، هيعملوا لنا حساب. كلهم خايفين مننا. الخوف مش ظهر نتسند عليه. هي ديتها واحد. واحد يتجرأ علينا ويكون وراها الباقي. سامحيني يا سمان. سامحيني يا حبيبتي. تأخرت عليكي كتير. أنا عارف، بس ما قال ليش عين أجيلك قبل ما أخد لك التارك. ارتحت يا سماح؟ أنا متأكد إن أنت دلوقت مرتاحة في رقدتك. أنت مبسوطة يا حبيبتي؟ مرتاح يا بنتي، بس أبوك مش مرتاح. أبوك مرتاح كأني كنت بجري في الهواء، بجري على الفاضي. لا موت مهجة ولا ذل أبوها طف النار اللي جواي، ولا داو جرح جرحوني جرح جديد. أبوك داعي يا سماح. سامحيني يا بنتي وارتاح في نومتك. من يوم ورايح كل يوم هتلاقيني عندي، هتلاقيني كل يوم. سلامة يا حبيبتي، سلامة يا ضرايا، سلام. سلامة يا سماح.
الباقية في حياتك يا طايع. ما سافرتيش ليه؟ اديكي شفت اللي بيقعد بيجراله ايه؟ انت عملت كل اللي تقدر عليه علشان تحافظ عليه. فرقت فيه؟ فرقت فيه حاولت ولا ما حاولتش؟ وقفت قدامهم ولا هربت؟ قتلت ولا ما قتلتش؟ في الآخر موجة ماتت. سلام عليكم. بقي في حياتك يا ولدي؟ حياتك الباقي يا عم بدوي. تعرف يا ولدي؟ أنا كنت مستنيك تعاود بفروغ صبر. ما أنت عارف، ما حدش يعرف وجيعتي ودوايا غيرك يا ولدي. يا عم بدوي، لا عاد في لا مستوصف ولا عاد في دكتور. روح شوف مكان تاني. النبي تسامحني أنت يا ولدي، كنت بتتقل عليك وأنت في الظروف دي. بقول لك قفل يا عم بدوي. شوف مكان تاني، شوف دكتور تاني. معلش يا حاج، فوت علي كمان كم يوم. حاضر يا بنيتي، انا عاود كمان يومين. ليه يا رب اسمه الكريم يا دكتور. هو المستوصف ده كان حلمها زي ما كان حلمي. بس انا دلوقتي اعالج الناس ليه؟ عشان تعيش في ظل حربي؟ ولا عشان تموت على يد؟ انا لما بابا مات انهارت تماما، اكتئبت وسبت الشغل، مكنتش عايزه اعيش، كنت عايزه اموت. ما خرجنيش من الحالة اللي أنا فيها دي غير إني عملت اللي كان نفسه يعمله. فهمني يا طايع؟ لو موجة شايفاك دلوقتي. موجة مش شايفاني. عشان موجة ماتت. راحت عند اللي خليجها. سعيكم مشكور يا أمين. اللي جابك يا ولد حربي؟ أنا جاي أحذركم، إحنا لازم نسيبوا البلد ونمشي الليلة دي. أنا مش ماشي من البلد ولا رايح أي مكان. بعد ما أخوي ومرتي راحوا ما خايفش من حاجة ولا باجي على حد. لو أنت مش خايف على أمك وأختك فأنا خايف عليهم. وما بعتينك تقول الكلمتين دول؟ بعتينك تخوفني؟ قول لهم خلاص طايع قلبه مات. ضحي معانا يا طايع. طايع انا ابوي واخواتي هيتبروا مني بسببكم. انا بنورك عشان تهموني. يا راجل. وعايزنا نهرب لحد ميت. افهم. وجودك هنا خطر، هم هيخافوا منك لا تتهور عليكم. فعايزين يتغدوا بيك قبل ما تتعشى بيهم. وعندهم حق. عشان مش ناوي اسيبهم. وما هيسكتوا لك. اديك شفت ان ابوي ما بيفرقش معاه حريم، يعني ازهار وامك في خطر ولازم يطلعوا من البلد. طايع يا ولدي عنده حق. وما يسيبونا نطلع من البلد عايشين؟ الحكايه يا قاتل يا مقتول، وانت عارف كويس. اهدى يا طايع، انا عامل حسابي. لموا حاجاتكم واقول ما الدنيا تليل والناس تدخل بيوتها، هجيب عربيه نحمل عليها الحاجه ونسيبوا البلد في العتمه. روح يا ولدي هات العربيه وكلنا حنروح معاك. يما ايوه
طيب؟ السلاح فين؟ ملوش عازة يا ولدي، احنا مش اتفقنا خلاص ان احنا هنمشي في الليل؟ واذا حد طلع علينا؟ بلاش انت، ضاحي هيبقى معاك. ياما بقول لك فين السلاح؟ مش مأمناك يا طايع، خايفة يبقى معاك السلاح تتهور يا ولدي. ودي الوقت خفتي عليك. لو أطول أفديك بعمري يا ولدي، أفديك. فواز كان لازم يموت عشان تبقي الأم المثالية. عندك حق، ما علشان اللي حصل لفواز يا ولدي، ما عايزهوش يحصل لي تاني يا طايع. خلص يما، دسيتي السلاح فين؟ رميته، فكيته حته حته ولجحته في الرياح. ارتحت، ما عايزهوش، وما عايزكش انت كمان يا ولدي تمشي في طريق السلاح. طايع اسمعني يا طايع، طايع ولدي، ما تحرقش قلب امك عليك يا ولدي. طرش بيت فين؟ عند سيدة. سيباها وحدها معاها؟ بنتها لسه والدة بترضعها معاها. كلم حربي. هكلمه. ايوه، ازيك يا حربي؟ انت لسه عايش؟ لو قصدك باكل وبشرب وبتنفس عايش، انما حاسس بحاجه؟ لا ميت. عايز ايه يعني؟ كلمني ليه دلوقتي؟ برد جمايلك، ما انت صاحب افضال. سمعت انك بتدور على البت حفيدتك. انت ليك صالح بالحكايه دي؟ لا ماليش صالح بالحكايه دي، بس دريه كانت عايزه تقتلها وانا نجتها من يدها. لو جربت لها هتعمل ايه؟ هتقتلها زي باقي الحريم اللي قتلتهم؟ يا قتال الحريم. ايه الحاجات دريه؟ حرب بيهددك. اسمع يا حربي، اللي بيتهدد ده عنده حاجه يخاف عليها. وانا بعد ما قتلت بنتي ما عنديش اللي خاف عليه. لولا العمدة كان زمانك بتاخد عزا حفيدتك. خد. اسمع، انا عارف انت سبتوا بيتكم ورحتوا فين. انا جاي اخذ البت، والا اكيد مش سايبين البت هنا. سايبينها في حته ما تعرفش توصل لها. ما تتهورش. لو عايز البت تعيش، ده عيلة عمرها يومين يا ناس. انت قتلت بنتي وحفيدتي، بس انا مش زيك. بيت ملهاش دم. ما بسمع. لو عايز العموديه رجعها لك. عاوز نشيل كفني قدام الناس ماشي، اي حاجه اي حاجه، بس سيب البيت. الكلام ده قديم، تفتيها بعيل من عيالك. انت جنيت، بانك مش اتشليت في رجلك، انت اتشليت في مخك. براحتك، هقول لدريه تعمل ما بدالها مع البنت. طيب استنى استنى، هفديها انا. وانا هسيبك تموت وترتاح؟ لا، اتفق انت وعيالك وفكروا وشوفوا مين هيفدي مين. قال لك ايه يا ابوي؟ قال لك ايه؟ في ايه يا ابوي؟ والعمدة قال لك ايه؟ العمدة قدامك بس مش العمدة. ترمي البيت العمدة ضايع، ترمي لحمك اللي ما عندكش لحم ولا دم. بنت عند العمدة؟ ايه هتستعبط، ما انت مظبطها وياه.
واكيد الطلب اللي طلبه مني ده كان فكرتك انت. انا ما دخلش بنت اختي في اللي بينا. انت ناوي على ايه؟ هتسيبها؟ هتعمله اللي هو عاوزه؟ لا، لو عاوز العمودية انا مش هتنازل عنها ابدا. قريتها جات على العمودية. عايزنا افديها بواحد فيكم. واحد فينا؟ واحد فينا كيف؟ بقى بتجبرني اختار عيل من عيالي يموت. لما عوزتك تقتل حد من عيالك قتلته من غير لف ودوران. بقول لك ماليش صالح باللي بيحصل، ولو كان ليا صالح كنت قلت لك في وشك. اسكت انت، حسابك بعدين. تختار يا ابوي، هتفضل البيت بواحد مننا؟ ده كلام العمده مش كلام ابوي. ولا سيب البت تموت. ما تموت ولا تغور في داهيه. احنا اللي فاضلين من عيالك يا ريس حربي، ودي بنت ما نعرفهاش، خالها يبقى طايع اللي بيقتل في عيالك. دي بنت اخوك، وروحها روح اختك سماح، وربنا ادهاني تاني. انا مش هسيبها تموت ابدا. يعني ايه؟ هتجرجر عيل من عيالك عشان يموت غصب؟ محدش هيعمل حاجة غصب. اللي هيفدي هيفدينا أنا، واللي ما راضيش يبقى ما يلزمنيش، ما يبقاش ولدي. يا رئيس حربي، هبتك راحت ولا ايه؟ استنى يا سلطان. استنى ايه؟ ابوك عاوز يقتلنا. يقتلنا ايه بس؟ ما هو لسه جاي لك مش هيغصب حد على حاجه. ولما يقول لك ان اللي يقول لا ما يبقاش ولدي، يبقى بيلوي دراعنا عشان نقبل نفضوها بروحنا. ايه؟ هتهرب يا عمده؟ ولاد الرئيس حربي ما يهربوش ابدا. عمري ما انسى اللي علمتهولنا ابوي. لو عاوزني اجيب البندقيه حالا واطخ نفسي هنفذ. في اب عايز يقتل عياله؟ معرفش. اللي اعرف انه لا. بس انت دلوك اللي بتطلب. عمري ما اطلب لكم الاذيه ابدا. قلت لك لو عاوز هنفذ. انا مش عاوز، بس العمده حط لي العقده في المنشار. اقول له ايه؟ تقول له لا. عيال اغلى عندي من البت اللي بقالها يومين. بس البت دي دمنا عارنا. اغلى عندك من عيالك؟ انا ما فهمتش. اوعاك تكون فاكر ان اللي مضايقني اني هموت عشانك. ده يوم المنى، ان اللي قاتلني انك عاوزنا نموت عشان غيرك. سلطان استنى يا سلطان. شكرا انك جيت. كان لازم يجي. استنيني هنا، أنا هدخل. لو غبت نص ساعة يبقوا كفشوني، ساعتها لازم تمشي على طول. أنا مش همشي، هستنيكم. ما ينفعش يا أمين، مش لازم كلنا نموت مع بعض. روحي انتي، ربنا معاكي. يوكي حربي مع عياله. لازم اروح معاه علشان لو حربي تردد ان يقتل حد من عياله اقتلهم انا. تتجنيتي يا زهر؟ تقتلي كيف؟ انت تقتلي؟ انا هجيب لك بنتك، هطلع من هنا على العمده.
أنا مش خايفة أقتل يا طايع، ما أنت قتلت. أنت أحسن مني كتير. هجابلك عند أمينة وهرجع ببنتك. خلي بالك من نفسك يا طايع. طايع يا امينه. طايع الحمد لله انك كويس. معلش يا طايع، هجموا علي واخدوا البنت مني. هزار فين؟ معرفش، لسه ما جاتش. يعني لسه ما جاتش؟ طايع انا خايفه يشوفوك. مش هنمشوا من غيرها. طايع اركب يا طايع. مش هسيب اختي يا امينه. طايع اركبي انقلي. والنبي بسرعة، عاوز أشوف بنتي. فياكم لعبة عاد، ومش احنا جايين نلعبوا؟ لعب ليه يا بوي؟ ضايع اللي هيجيبها. روح يا ضايع. ولدي بعرفش حاجة، أنا حتى ما جايلش المرض. أصل طايع عيان يا ولدي، وإحنا ما عايزينش نقلق أمه عليه. ما تقولش لحد على اللي شفته ولا حتى أمك، فاهم؟ طايع 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 تعالي تعالي تعالي، أنت اللي بتساعديه. Ah!
عشان ظلمكم. ليه؟ عشان فواز. ليه؟ عشان موت. وديه عشان طايح. ابويا وابو جابر كانوا هنا، انا متاكد. مفيش وقت يا طايح، عاوز الحق بنتي. احنا جينا دلوقتي هنا لسبب، ربنا هو اللي بعتنا هنا. نيجي بعدين. صدقيني دي اشاره من ربنا، في حاجه احنا محتاجين نعرفها دلوقتي. اطلع يا طايح، المقبره دي مكسره، انا خايفه تقع عليك. أنا لقيت جثتين. بطاقة أبو جابر ومحفظته. أبو جابر؟ يعني الكلام اللي الناس بتقوله صح؟ أبونا اللي قتله؟ أبوك ما يقتلش يا أسهار. في حاجة غلط. يعني كده المقبرة وقعت عليهم هما الاتنين؟ أبويا وأبو جابر؟ التنين مدفونين هنا؟ طار اللي جرينا وراه سنين طلع ملوش أساس. لأبوك قتل أبو جابر وهرب، ولا أبو جابر قتل أبوك وهرب. والناس اللي بيقول إن هما شافوا أبو جابر هربان في بحر قالوا نفس الكلام على أبوك، كلهم كذابين. طار اللي ضيع عمرنا طلع كل واحد. أبوي لسه صاحي يا طايع؟ راح فين؟ احنا لقينا مقبرة رايح انا وابو جابر. هتسرقوها؟ ابوك مش حرام يا طاهر، احنا لقيناها، واللي يلاقي حاجة تبقى حقه. الدلال يحرس الحاجة مش ياخدها لنفسه. مين اللي مالى مخك بالكلام ده؟ معرفش. هي دي الخيالات اللي بتشوفها لما تقرب من مقبرة. ما تروحش يا ابوي. مش نام يا طاهر، بكرة الصبح هتلاقيني جنبك. ما تسرقوش الحاجة. خش نام. خش. بلاش يا بوي. خش نام يا طايع. حذرته كتير. ليه؟ كان قلبك حاسس؟ كنت عارف انه مش دلال. الدلال موجود عشان يحرس الآثار، مش عشان ينهبها. يعني احنا كل اللي حصل فينا كان عشان أبونا بينهب المقابر؟ هي دي لعنة الفراعنة اللي بيقولوا عليها؟ مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة. وكنت بتقولي إن مفيش حاجة اسمها دلال. شكلك رديت. البيت فين؟ مالكش صالح. لما يدينا واحد من عياله نبقى نديله البيت. هيقول لي اشوف البيت الاول. مش عاجبه يتفلق يشرب من البحر.
انزل معايا يا ناصر. استناك هنا. هتسيب ابوك لوحدي؟ انا مش هفضي البيت يا ابويا. ما انا قلت حد يفضي حد. انا بقول عاوزك جنبي. يا امينة الست دي مجنون. وقف يا امينة. لا مش هوقف. وقف يا امينة. عاوزة ايه مالي ناتاليا يا ست انت؟ انا قلت بردك هتيجي عشان بنتك يا زهار. نزلي البندقية دي. ما تخافيش. انا مش جاية عشانك. جاية عشان اخوكي. انما انت هستنى لما بنتك تموت قدامك. هتعملي ايه؟ عمري ما يكون زي. استني يا زهار. أعتقد جوزي. محفظته. بطاقة أبوي. لقيتهم فين؟ المقبرة وقعت عليهم هما الاتنين لأنهم مدفونين تحتها. كذاب. حاجة في يدك. لو عايزة تشوفي المقبرة أوريها لك. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ما غدروش ببعض. ماتوا صحاب زي ما عاشوا صحاب. وعيالي. زهراتي. بورتها بيدي وعمري اللي ضاع. ضاع زي عمري بالظبط. وصاحبتك اللي قتلتيها. قتلتيها عشان ولا حاجة. ولا حاجة؟ يا مرد. يا مرد. يا مرد. يا مرد. يا جابر. يا جابر. يا عيال. يا عيال. جابر. يا جابر. صبر. صبر راح. جابر راح. في حد تاني. جابر. سيبولكم الرئيس حربي واسع. خلاص نزل السلاح. انا مش هتاخر. استنون انتم. بنتي فين؟ ولدك اللي هيفديها؟ لا ما حدش هيفدي حد. ادوني البت هسيبكم تعيشوا. انا رجالتي بره. يتفضلوا. البت مش هنا. بت في مكان بعيد. سيدة. بلاش يا درية. سيدة. درية استني. هو في ايه؟ انت مش عايز البت؟ هجيبها لك. مدبوحة. لا استني استني. بقول لك ايه يا حربي؟ بلاش تضايق ذرية عشان هي عاوزة تعمل أكتر حاجة توجعك. وأنا
البنت الصغيرة دي صعبان علي. ها قلت ايه؟ هيفديها ولا لا؟ ناصر انت هتموت. وانا مالي؟ انا كيه بنت اخوك اللي مات. وانت جبتني معاك عشان كده؟ عاوز تقتلني يا ابوي؟ ولا دي معلش يفدي حد. انا افديها انا. يا ريت ينفع. انت رضيت لي اموت؟ سبت نتعذب كل يوم. وانا ما رضاش ليك مصير اقل من كده. احنا جايبينك هنا نتشفوا فيك. ولدك هيفديها؟ نصر انا مكانك اقول لها. انت مالك ومال اللخبطه دي؟ دي بتقاومك علي نصر. انت لو ما فدتهاش هي عارفه ان انا مش هسامحك طول حياتي. ولو فدتها يا ابوي هتعرف تسامح نفسك؟ خد. اخويا السلطان يا طايع. اكتم خالص. اكتم بقول لك. البت فين؟ بنتي مالهاش صالح بعرقكم ده. مش بنتك لوحدك، دي حفيده حربي، دي حتى شبه سماح عمتها الله يرحمها. مش كنت عايز تقتل كل عيال حربي؟ اهو قدامك اهو، خلص عليه. لو عايز بنت اختك اقتله. كلام ده قديم، مش هكتل حد تاني. سامحني يا ولدي، مش عندي اختيار. انت ارجل واحد في اخواتك عشان فديت بنت اخوك. جدع يا نصر. سايدة هاتي البت. بنتي ضل جنيت وحربي. فين فغير؟ مش ده اللي اتفقنا عليه؟ عيلة صغيرة عملت فيها زي ما عمل في بنت بنتي، العين بالعين والسن بالسن. هذا طايع اقتلني. خد بطارك. انت اصل الخراب. فين يا خالد؟ خذ بطارك. خذ موتني. خذ بطارك. لو الدنيا كلها كانت قالت لي ان في اللحظه دي اني مش هاكلك بسناني ما كنتش صدقتهم. لكن انت الموت رحمه ليك.
أنا كل يوم راح تدور علي موتني يا طايح. الطار لو كان بيريح انت ارتحت بعد ما قتلت عيالك كلهم. وقتلك كيف؟ قتلك كيف يا حربي وانت ميت اساسا؟ دوس حزينات حاجه بسيطه هتريحنا كلنا. اضرب يا طايح اضرب. دكتور طايح يا حسن. حسن خد طارك حرب اهو قدامك. خد طارك يا حسن يلا روح. ريح ريح خد طارك. خد انا قتلت بنتك وقتلت حفيدتك يلا خد طارك. انا كده قتلتك. انا كده خدت بطار بنتي مهجم. هربس لها طايع وصلت له. ما تهربش منه يا سراج بيه. مين؟ درية. عاوزة ايه يا درية؟ عايزاكي تقتلي البت دي. ما عرفتش اقتلها. ما قدرتش. وما لقيتش حد يجرحها اكتر مني غيرك. شدها حربي قتل ولدك. وامها ازهار. وخالها طايع قتل ولدك الثاني. هتقدر تنفذي ولا اشوف حد غيرك؟ سيبيها.
متواصلين مع اليونسكو والانتربول عشان الاثار اللي طلعها حرب. انت عارف المقابر اللي انت لقيتها؟ جت قناه ديسكفري صورتها، بيقولوا ان ده هيبقى اهم كشف اثري في القرن ده. مالك يا طاهر؟ انت ما بتتكلمش ليه؟ ايه اللي جابك؟ انا مش قلت لك ما تجيش تاني؟ انا جيت علشان اشوف. على فكره انا مش متضايقه، يعني انا ولا ده في تعب ليه؟ انت بنت جدعه وبنت اصوله يا امينه، وبنت راجل كمان، ولسه المستقبل قدامك. مش وراك، أنا انتهيت خلاص. ما تجيش هنا تاني. أنا بلغت إدارة السجن، يرفضوا الزيارة. يعني لو جيتي مش هيدخلوكي. مش من حقك يا طارق. مش من حقك. أنا لوحدي بس اللي أخد القرار ده. ازاي بتاخد قرار بالنيابه عني؟ انت ما تعرفش مصلحتك. مصلحتي في اي حته تانيه غير هنا. مصلحتي معاك يا طه. امشي وما تجيش هنا تاني. مش عاوز اشوفك. طيب. خلي بالك من نفسك يا امين. وكل مكتوب على الجبال.